بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. ثم أما بعد، قبل أن نبدأ بدرس اليوم عندي أمران أود التنبيه عليهما، وهذان الأمران يريدان عند كثير من الإخوة في الدرس. الأمر الأول متعلق بالمتن الذي بين أيدينا، وهي النسخة التي وزعها القائمون على الجامع جزاهم الله خيرا. هذه النسخة كسائر النسخ الموجودة أو ككثير من النسخ الموجودة فيها الكثير من التصحيف والتطبيع، أي الأخطاء الطباعية. وبناء على ذلك، فإن إن شاء الله من هذا اليوم ستصححون نسختكم على قراءة القارئ، لأني أخذت نسخة منها ثم صححتها بالضبط مع الرجوع إلى الأصل، وذلك أن بعض الأفاضل قد زودني بنسختين خطيتين، إحداهما يذكر أنها بخط المصنف، وأما الثانية فإنها مقابلة على نسختين، إحداهما بخط أو هي نسخة الجراعي، والثانية هي نسخة ابن قندس. وبناء على ذلك، من الآن إذا قرأ القارئ شيئا فوجدته مخالفا للنسخة التي بين يديك، فاعلم أن قراءة القارئ هي المصححة، النسخة المصححة. هذا من جهة. من جهة أخرى، أن بعض الأخوة الحضور أرسلت لهم النسخ الخطية ليقارنوا معنا مرة أخرى، فإن وجدوا فروقات فآخذها منهم إن شاء الله بعد الدرس، لأجل الانتفاع منها والتنبيه على الزيادات التي قد توجد من المسائل. هذا الأمر الأول ننتبه له، لأن قراءة القارئ مختلفة عن نسختكم وهي أدق ضبطا وعبارة. الأمر الثاني، كلمني كثير من الإخوة أن الدرس طويل، وقالوا إنه جمع أمرين، الطول مع صعوبة العبارة، ولذلك طلبوا أن يكون الدرس مختصرا. وسأحرص بإذن الله عز وجل من درس الليلة أنني أختصر، مع أنني كنت الذي رسمته في نفسي أن أطيل أول درسين، وهو الدرس الماضي ودرس اليوم، لأن هذين الدرسين هما من حشو الأصول وليست من الأصول نفسها، وإنما من الحشو. ما معنى كونها من الحشو؟ أنها مباحث إما كلامية أو مباحث لغوية، وهي درس اليوم. ولكن إن شاء الله من درس اليوم قدر المستطاع، وأنا الآن أجعل أمام الساعة ألا يزيد الدرس عن ساعة بإذن الله عز وجل، إلا شيئا يسيرا. ومن باب ذكر النكتة في البداية، تعلمون أن هذا الكتاب، وهو كتاب ابن اللحام، جل عباراته وترتيبه مأخوذ من ابن الحاجب، وهذا واضح، سنتكلم عنه ربما مرة أخرى. وابن الحاجب من الكتب المغلقة في العبارة والمحبوكة في اللفظ معا، حتى قيل إن ابن الحاجب لما ألف بعض مختصراته، ولعله يقصدون الأصولي من مختصراته، احتاج أن يرجع إلى بعض ألفاظه فاستشكلها هو، إما في مختصره هذا أو في مختصره الفقهي، فهو مؤلف الكتاب قد استشكل كلامه، ولكن العلماء عنوا به، لأن الكتاب إذا تعب في لفظه فإن في حل لفظه فإنه يبقى في الذهن باقيا. ومما يستطرف أن بعض الأفاضل ذكر أن أحد المشايخ في المسجد النبوي من الشناقطة كان يشرح مختصر ابن الحاجب، ولم يكن يحضر درسه إلا شخص واحد، فسئل الشيخ لماذا؟ قال: نحن نتدارس هذا الكتاب ولنا ثلاثة أحوال، إما أن أفهم أنا ولا يفهم هو فأبين له العبارة، وإما أن يكون قد حضر وفهم العبارة وأنا لم أفهمها، الشيخ يقول أنا لم أفهمها فيشرح لي العبارة، وإما أن نخرج من الدرس لا أنا ولا هو فهمنا عبارته، يعني عبارة ابن الحاجب. هذا الكلام حتى من بعض المعاصرين كما نقلت لكم، يدلنا على أن بذل الجهد في هذا المختصر ومؤلف كتابنا قد حدث كثيرا مما استشكل، وحدث كثيرا من المسائل، وخاصة في الاستدلال التي فيها الإشكال، أغلب ما في مختصر ابن الحاجب في الاستدلال المشاكل حذفها المصنف وأبقى رؤوس المسائل. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية لتعبر عما في الضمير. نعم، المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى بعضا من المباحث الكلامية، وقد اختصر رحمه الله تعالى في هذا الباب اختصارا كبيرا،
وقد اختصر المصنف رحمه الله تعالى في المباحث الكلامية اختصارا كثيرا، وقد أجاد في ذلك، وقلت لكم إن هذا موافق لأصول أحمد وأصحابه، فإنهم يرون أن المباحث الكلامية إنما يؤخذ منها اللمم، وأشرت لذلك في آخر الدرس الماضي. بدأ يتكلم المصنف عن المباحث اللغوية وهي درس اليوم وبعض الدرس القادم إن شاء الله. المباحث اللغوية هذه يسميها علماء الأصول من حشو الأصول، هي ليست أصولا في ذاتها وإنما هي من حشوه، لكن ما من أصولي ولا فقيه إلا ويحتاج إلى اللغة وإلى مباحثها. وسيمر معنا بمشيئة الله عز وجل أن من شروط المجتهد أن يكون المجتهد عالما باللغة، وأن يكون عارفا لدلائل اللغة كذلك. ووجه احتياج الفقيه للألفاظ اللغوية والمبادئ اللغوية أمور: الأمر الأول لأجل الاستنباط من نصوص الكتاب والسنة، والأمر الثاني لأجل فهم كلام الفقهاء. وعلى سبيل المثال، فإن هذه القواعد اللغوية كالظاهر والنص والحقيقة والمجاز تنزل حتى على كلام الآدميين، وطبقها فقهاء مذهب الإمام أحمد على كلام أحمد، فيقولون ظاهر كلام أحمد كذا ونصه كذا، والظاهر ينزلون عليه كثيرا من المباحث اللغوية التي ستمر معنا أو سيمر معنا بعضها. هذه المباحث اللغوية التي يذكرها المصنف ليست حكرا على علم أصول الفقه، بل هي تورد في كتب علوم اللغة. ومن أجل كتب علوم اللغة التي جمعت علوم اللغة وعرفت بكل علم وذكرت فوائد في ذلك العلم والمصنفات فيه كتاب المزهر لجلال الدين السيوطي، وهذا كتاب من الكتب الجليلة في بابه، حتى قيل إن السيوطي أجود كتبه ثلاثة، وعد من هذه الثلاثة كتاب المزهر، فقد جمع في المزهر علوم اللغة وكل المصطلحات التي سيردها المصنف أو أغلبها. ستجد أن السيوطية في المزهر قد عقد لها مبحثا مستقلا يتكلم فيها على سبيل الانفراد. يقول الشيخ: ومن لطف الله تعالى، بعدما بدأ يتكلم عن مبادئ اللغة، وهذا العنوان هو موجود في المختصر، أي مختصر ابن الحاجب، ولم يذكره المصنف لكنه جعله مجموعة، بدأ يتكلم عن الحكمة فقال: ومن لطف الله تعالى إحداث الموضوعات اللغوية. هذه الجملة عندنا فيها مسألتان. المسألة الأولى قوله من لطف الله إحداث الموضوعات، أي أن من رحمة الله وإحسانه ولطفه بعباده أن جعلهم يتخاطبون بالألفاظ واللغات، وهذا لأجل حاجة الناس، فإن حاجة الناس إلى اللغة كبيرة جدا. فلو تخيلت أن الناس يتواصلون بغير لغة وإنما بإشارة، أو يتواصلون بضرب مثال ونحوه، لوجدت مشقة وحرجا كبيرين في ذلك. وكثير من العلوم وكثير من المنافع إنما تحققت بهذه الألفاظ واللغات. ولذلك كان من لطيف أفعاله جل وعلا إحداث هذه اللغات ووضعها للآدمين، وذلك فضل الله على الآدمين. المسألة الثانية أن هذه الجملة استنبط، قالوا إن المصنف أخذها من ابن الحاجب، وذكر شراح المختصر. ومن الآن إذا قلت المختصر لا أعني به المختصر الذي نشرحه، وإنما أعني بالمختصر ابن الحاجب. وقد ذكر شراح المختصر أن هذا إيماء من المصنف الذي هو ابن الحاجب إلى أن مذهبه، أي مذهب ابن الحاجب، هو التوقف في مسألة إحداث اللغات، هل اللغات محدثة أم أنها توقيفية، وستمر معنا هذه المسألة إن شاء الله في الدرس القادم. قال: لتعبر عما في الضمائر، أي لتكشف وتكون موضحة لما في ضمائر الناس. نعم. وهي أفيد من الإشارة والمثال وأيسر. نعم، قال: وهي، أي اللغة والألفاظ، أفيد من الإشارة، الإشارة قد تكون باليد أو بالوجه ونحو ذلك، والمثال، والمثال هو الشكل، بأن يعطى الشيء له مثال من شكل ونحوه. قال: وهي أفيد وأيسر، أي أسهل. وسبب كون اللغة أفيد من الإشارة والمثال لأن اللغة أعم في الدلالة من الإشارة والمثال، وذلك أن اللغة يمكن أن تعبر بها عن الموجود والمعدوم، بينما المثال والإشارة إنما يشار للموجود دون المعدوم، ولا يذكر المثال إلا للموجود دون المعدوم، كما أن الجبار جل وعلا لا يضرب له المثل وليس له مثل، ولكنه سبحانه وتعالى
يعبر عنه بالصفات وهي اللغات، ويشار إليه جل وعلا لإثبات علوه كما في الحديث في صحيح مسلم. ولكن الجبار جل وعلا ليس له مثيل سبحانه وتعالى. نعم، فلنتكلم على حدها وأقسامها وابتداء وضعها وطريق معرفتها. نعم، قال الشيخ فلنتكلم أي في هذا الكتاب المختصر على حدها. الضمير في قوله حدها عائد إلى اللغة، أي سيعرف اللغة. وأقسامها أي وأقسام الألفاظ اللغوية. وابتداء وضعها أي أنها هل هي وضعها الآدميون أم هي توقيفية، بمعنى هل هي قياسية أم توقيفية. قال وطريق معرفتها الأمور الثلاث الأولى وهي الحد والأقسام وابتداء الوضع سيأتي للمصنف بسطها، وأما طريق معرفتها فإن المصنف لم يتكلم عنه، وإنما أوردها ابن الحاجب وقد سقطت للمؤلف فلم يردها. والمقصود بطريق معرفتها أي طريق معرفة اللغة، هل هو ضروري أم نظري، لأن اللغة علم، وتقدم معنا في الدرس الماضي أن العلم منه ما هو ضروري ومنه ما هو نظري. وهذه المسألة تجاوزها المصنف ولم يذكرها، مع أنه ذكر أنه سيذكرها، ولعل ذلك سقط منه نسيانا أو قصدا ونسي أن ينبه إلى عدم تناوله إياها في المقدمة. نعم، الحد كل نعم. لفظ وضع لمعنى. قال الحد هنا ال ليست للجنس فتكون لتعريف الحد، وإنما ال هنا للعهد. فقصد المصنف بقوله الحد أي حد اللغة أو حد الموضوعات اللغوية التي وضعت لأجل التخاطب والتفاهم. إذن فقوله الحد أي حد اللغة أو الموضوعات اللغوية. قال كل لفظ، قوله كل لفظ عبر بصيغة العموم وهي كل، ليشمل جميع الأنواع التي ستأتي، فتشمل المفردة وتشمل المركب وغيرها من التقاسيم التي سيريدها المصنف للألفاظ اللغوية والموضوعات اللغوية. كما أن المصنف عبر بكونه لفظا ليخرج الأصوات، فإن الأصوات لا تسمى لفظا فإنها أشمل، فليس كل صوت يكون لفظا، كما أن ليس كل كلام وليس كل لفظ يكون كلاما، فإن أخص الثلاث الكلام. الأصوات منه ما يكون لفظ ومنه ما لا يكون لفظ، فالإنسان إذا أتى بلفظ مفرد أو مركب سمي لفظا، وإن أتى بصوت لكنه ليس لفظا كبعض الحروف مثلا أو أح، فهذا يسمى صوت ولا يسمى لفظ. طيب، هذا اللفظ إن كان دالا على معنى فهو كلام، كلامنا لفظ مفيد كاستقم، وإن كان غير مفيد وإنما هو كلمة واحدة فيسمى لفظا لأنه ليس مفيدا كمعنى لمعنى تام. نعم، قال كل لفظ وضع. قول المصنف وضع، الوضع يتناول أمرين. الأمر الأول يتناول وضع اللفظ بإزاء المعنى، بمعنى أن هذا اللفظ قد جعل لأجل هذا المعنى. والوضع الثاني وضع اللفظ للدلالة على المعنى الذي تكلمنا عنه قبل، وهو قضية العموم، وهو قضية أصل اللغة، هل هي موضوعة أم ليست موضوعة، وسنتكلم عنها بالتفصيل بعد ذلك، وسنرجع لكلمة وضع عندما نتكلم عن أصل اللغة. قال وضع لمعنى أي لا بد أن يكون اللفظة دالة على معنى، وقد يكون المعنى غير مفيد جملة تامة فلا يكون كلاما، لكن لا بد أن تدل على معنى كاسم العلم زيد وشجرة وغيرها، فإنها دالة على معنى في الذهن، فالمراد بالمعنى أي معنى الذهن. نعم، أقسامها مفرد ومركب. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن أقسام اللغة فقال أقسامها أي أقسام اللغة، فبدأ أولا بأقسام اللغة مطلقا، أقسام الألفاظ مطلقا، وأنها تنقسم إلى قسمين لفظ مفرد ومركب، ثم أتبع هذا في معرفة أنواع المفرد وأقسامه، ثم أنواع المركب وأقسامه. إذن فقوله أقسامها يورد فيها أقسام اللغة وهي مفرد ومركب، ثم بعد ذلك يورد أقسام المفرد وأقسام المركب. نعم، والمفرد اللفظ بكلمة واحدة. نعم، بدأ المصنف يتكلم عن النوع الأول أو القسم الأول، معنى أصح موافقة
لفظه وهو المفرد. قال والمفرد هو اللفظ. هنا لما قال اللفظ بعضهم يقول مراده باللفظ أي الملفوظ، فكل ملفوظ بكلمة واحدة فإنه يسمى مفردا، سواء كان ذلك اسما أو لقبا أو فعلا فإن الكل يسمى مفردا. إذن فقوله اللفظ يشمل الملفوظ، وقوله بكلمة واحدة يدل على أن الملفوظ إذا كان أكثر من كلمة ككلمتين أو أكثر فلا يسمى حينئذ مفردا وإنما يسمى مركبا. هذا التعريف الذي أورده المصنف هو التعريف الأول، هو تعريف النحاة واللغوي، وهو المستخدم غالبا في كتب اللغة. نعم. وقيل ما وضع لمعنى ولا جزء له يدل فيه. نعم. قال وقيل غالبا إذا جاء بهذه الصيغة أو جاء بهذه الصيغة وهي قيل فإنها لتضعيف القول. والتعريف الثاني الذي أورده المصنف هو تعريف المناطق. قال وقيل، ويعني به تعريف المناطق، ما وضع أي اللفظ الذي وضع، فإنما بمعنى الذي والمقصود به اللفظ أو الملفوظ. قال ما وضع لمعنى أي بإزاء معنى ولا جزء له. انتبهوا معي، هذه فيها إشكال في عود الضمائر. قوله ولا جزء له، الضمير في قوله له يعود إلى الاسم الموصول وهو الملفوظ، أي ولا جزء للملفوظ. ولا جزء له أي ولا جزء للملفوظ، فلا يكون له جزء. قال يدل فيه، يدل بمعنى أن تكون له دلالة للجزء. إذن يدل ضميره المستتر هو الملفوظ، وقوله فيه الضمير الظاهر بعد حرف الجر عائد إلى المعنى. إذن فقوله ولا جزء فيه معناه أنه لا جزء أو لا جزء له، يدل فيه معناه أنه ليس لهذا اللفظ جزء، ويكون ذلك الجزء دالا على معنى، وسيأتي ذلك بالمثال. نعم، سيورد المصنف بعد قليل الأمثلة طبعا، أو قبل أن نورد المثال خلنا نأخذ التعريف هذا ونأخذ القسمة العقلية منه على قولهم هم. هو قال ليس له جزء يكون له معنى دال فيه، فليس فيه معنى يدل. بناء على ذلك إن كل لفظ فإن له أربعة أحوال، فإن له أربعة أحوال فقط. الحالة الأولى أن يكون ذلك اللفظ مما لا جزء له مطلقا، مثل حرف الباء وحرف اللام الذي يؤتى بهما للجر، فهو لفظ لأنه يؤتى به مع غيره، ليس مطلق حرف يقال، وإنما هو حرف جر فهو لفظ وليس له جزء، فالباء واللام لا جزء لهما. إذن فكل ما لا جزء له فإنه يكون مفردا عند المناطقة. النوع الثاني أن يكون له جزء ولكن جزءه هذا ليس له أي معنى مطلقا، فإنه كذلك يكون مفردا عندهم. مثال ذلك قالوا اسم زيد له جزء وهو حرف الدال جزء وحرف الزاي جزء، لكنك لو أتيت بهذا الحرف فليس دالا على سبيل الانفراد، لا معنى للدال كلفظ منفرد، فلا معنى له بالكلية وإن كان له جزء، فكذلك يكون مفردا. الأمر الثالث أن يكون له جزء ولكن جزءه لا يدل على معنى فيه، بمعنى أن له معنى ولكن المعنى ليس متعلقا بتلك اللفظة. ومثلوا لذلك بلفظة إنسان، فقالوا إن إنسان كلمة واحدة ومن جزئها آخر حرفين وهو الألف والنون هي جزء. نعم، هل لها معنى؟ نعم، إن أو أن لها معنى،
لكن ليس لها معنى فيه في أصل الكلمة، فحينئذ نقول هي مفرد كذلك. الأمر الرابع عندهم أن يكون له جزء، وذلك الجزء له معنى، وهذا المعنى له تعلق بالأصل، فهذا حينئذ يكون مركبا عندهم، وإن كان عند النحويين يسمى مفردا، وسيأتي بعد قليل مثاله. نعم. والمركب بخلافه فيهما. نعم، قال والمركب بخلافه فيهما، بمعنى أنه على المعنى الأول الذي للنحاة يكون المركب ما كون من أكثر من كلمة، وعلى المعنى الثاني نقول إن المركب على معنى المناطق كل ما كان له جزء ودل جزءه على معناه الذي وضع له فإنه حينئذ يكون مركبا. نعم. فنحو بعلبك مركب على الأول للثاني. نعم، قال فنحو بعلبك، كلمة بعلبك وحضر موت، علماء اللغة يقولون إنها اسم مكون من اسمين. طيب، يقول الشيخ نحو بعلبك مركب على الأول، لماذا جعلوه مركبا على تعريف النحاة؟ لأن أهل اللغة يقولون إن بعلبك وحضر موت مكونة من كلمتين أو من اسمين، فحينئذ تكون مركبة. قالوا لا على الثاني، أي على تعريف المناطق. والسبب قالوا لأن بعلبك إذا أتيت بشقها الأول وهو بعل أو شقها الثاني بك، فإن المعنى الذي فيه لا يدل على جزء من المعنى الكلي للكلمة، فحينئذ يكون مفردا ولا يكون مركبا. نعم. ونحو يضرب بالعكس. قال ونحو يضرب بالعكس، أي يكون مفردا على الأول مركبا على الثاني. وجه كونه مفردا على الأول لأنها كلمة واحدة يضرب، وهذا واضح. ووجه كونها مركبا على تعريف المناطق قالوا لأنه مكون من جزئين، الياء ومن ضرب وما اشتق منها. قالوا والياء لها معنى مستقل، فإنها تدل على المضارعة، وهذه المضارعة تدل على معنى هو جزء في المعنى في الكلمة في اللفظة المفردة، فحينئذ يكون على طريقة المناطق هو مركب، وعلى طريقة النحويين هو مفرد. نعم. ويلزمهم أن النحو ضارب ومخرج مما لا ينحصر مركب. قال ويلزمهم، أي ويلزم المناطقة القائلين بالتعريف الثاني، أن نحو ضارب ومخرج أو نعم ومخرج باعتبار أنها اسم فاعل، أو مخرج على كونها اسم فاعل، مخرج اسم مفعول أو اسم فاعل، لابد أن يكون مشتقا، مخرج أو مخرج، نقول إما أن قوله ضارب أو مخرج أو مخرج، هذا هو الضبط الأدق. مما لا ينحصر، قولهم ما ينحصر أي مما لا ينحصر من أسماء الفاعلين وأسماء المفعولين مركب. لماذا قال إنه مركب يلزمكم على قولكم؟ قالوا لأن اسم الفاعل فيه ألف يكون بعد حرفه الأول، وهذا الألف دال على جزء من المعنى لأنه يدل على الفعل، والمصدر الميمي فيه فتحة فيه كسرة لما قبل الآخر، وإن كان اسم مفعول ففيه فتحة لما قبل الآخر، فحينئذ يكون جزء هذه اللفظة المفردة تدل على معنى فيه، ولذلك يقول إنه يلزمكم أن يكون مركبا، ولم يقل المناطقة إنه مركب. نعم. ولذلك دلنا على أن المصنف يميل إلى تعريف النحويين وهو الأقرب والأسهل في الفهم، أن نقول إن تعريف النحويين هو الأدق. نعم. وينقسم المفرد إلى اسم وفعل طبعا وحرف. هذا اللزوم الذي ذكره المصنف اعترض عليه ممن اعترض عليه ابن مفلح، فذكر كلاما لضيق الوقت نختصر عليه. نعم. وينقسم المفرد إلى اسم وفعل وحرف. نعم، هذا التقسيم الأول المفرد، وهذا التقسيم موجود عند النحويين فيرجع فيه لأهل اللغة في معرفته بذكر القواعد التي يميز بها الاسم عن الفعل عن الحرف، وهذا من أهم التقسيمات للمفرد. نعم. ودلالته اللفظية في كمال معناها دلالة مطابقة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن التقسيم الثاني، وهو تقسيم المفرد باعتبار دلالته، والمراد بالدلالة
ما يفهم من شيء، أو نقول ما يلزم فهمه من وضع شيء آخر، ما يلزم فهمه من وضع شيء آخر. فالكلمة الموضوعة هذه ما يفهم منها تسمى دلالة. إذن هذا هو التقسيم الثاني، ويقصد به المصنف تقسيم دلالة المفرد. إذن فقوله ودلالته، أي وتنقسم دلالته، أي دلالة المفرد، والضمير عائد إلى المفرد. طيب، قبل أن نتكلم عن دلالة المفرد، أريد أن أذكر لكم مسألة. اللفظ المفرد على سبيل الحصر، أريد أن نعرف هذه المسألة، أنها على سبيل الحصر لا توجد له إلا ثلاث دلالات فقط التي أوردها المصنف، وهي دلالة المطابقة، ودلالة التضمن، ودلالة الالتزام. لا يوجد للمفرد غير هذه الدلالات، قالوا على سبيل الحصر لا يوجد غير هذه الدلالات الثلاث. ومعرفة هذه الدلالات الثلاث مهمة جدا، وكثير من مسائل الاعتقاد مبنية على معرفة هذه الدلالات الثلاث، وهناك رسالة منشورة في أثر معرفة الدلالات الثلاث في المباحث العقدية والكلامية والاعتقادية والتوحيد، كما أن لها أثرا أيضا في الفقه. عندما يأتينا لفظ مفرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ونقول إن دلالته على الحكم هل هي دلالة مطابقة أم تضمن أم التزام، وهذه الدلالات يعرفها العربي بسليقته، ولكن جاء العلماء، علماء النحو وعلماء الأصول، فميزوا هذه الدلالات لتوضيحها فقط. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، اختلف العلماء في هذه الدلالات الثلاث، هل هي كلها لفظية، أم أن الأولى والثانية منهما لفظية والثالثة عقلية، ليست لفظية وهي العقلية، أو أن الأولى فقط لفظية والثانية والثالثة عقلية. هذه ثلاثة آراء في المسألة، أريدك أن تعرف هذه المسألة، لأن ينبني عليها اختيار المصنف. لماذا؟ لأن المصنف له رأي، وهو أن هذه الدلالات الثلاثة الأولى والثانية هي اللفظية، وهي دلالة المطابقة ودلالة التضمن، ويرى أن دلالة الالتزام دلالة عقلية وليست دلالة لفظية، ولذلك سيقول وغير اللفظية دلالة الالتزام. ومعنى قوله إنها ليست دلالة لفظية أي أنها دلالة عقلية. وهذا الذي مشى عليه المصنف، مشى عليه كثير من متأخري الحنابلة كابن مفلح وابن قاضي الجبل والمرداوي وغيرهم. وأما من قال إن الثلاث كلها دلائل لفظية، فقد نسبه المرداوي إلى قول الأكثر، فقال إن أكثر النحويين وأكثر الأصوليين كما هو ظاهر كلامه يذهبون إلى أن دلائل الثلاث كلها لفظ. وأما القول الثالث فقد قال به الرازي في المحصول، وهذا غير مهم. لماذا قلت هذه المسألة؟ لأن أريدك أن تعرف مسألة، وهي أن دلائل الألفاظ هنا والدلالة التي ستأتينا في المفاهيم، من أكبر الإشكالات في فهمها هو معرفة اصطلاح العلماء في تقسيمها، فإن بعض العلماء يقسمونها تقسيما مختلفا عن الآخرين. فعلى سبيل المثال، ولا أريد أن أطيل في هذه الجزئية كثيرا، العلماء عندما تكلموا عن الدلالات مطلقا قسموها إلى قسمين: دلالة وضعية ودلالة غير وضعية. فقالوا إن الوضعية تتعلق بالألفاظ اللغوية، وغير الوضعية تتعلق بمطلق الأصوات، وغير الوضعية قد تكون عرفية وقد تكون عقلية. فالعقلية مثل إذا سمعت صوت آدمي أو سمعت نفسه عرفت أنه حي، بالعقل يعرف ذلك. والعرفية تختلف بأعراف المختصين، فالطبيب إذا وضع سماعة على صدر مريض وسمع صوتا معينا يعرف بعرفه، وهو عرف الطبيب، أن هذا الصوت دليل على المرض الفلاني. فهذه دلائل ليست لفظية، وإنما هي دلائل عرفية. ثم لما جاءوا للدلائل اللفظية قالوا إن هذه الدلائل اللفظية على سبيل الحصر هي ثلاث، والمصنف تبع لابن الحاجب ومن تبعهم متأخري الحنابلة قسموها إلى قسمين. قالوا إن الدلائل الوضعية تنقسم إلى ثلاث، هذه الوضعية تنقسم إلى قسمين: لفظية وغير لفظية. فاللفظية التي استفيدت من اللفظ مباشرة دلالة التضمن والمطابقة،
وغير اللفظية التي استفيدت من غير اللفظ وهو دلالة التزام سنتكلم عنها. وقال بعضهم بل كل الثلاث دلائل لفظية، ولذلك لم يفرقوا بين الوضع واللفظي. هذه اللخبطة في التقسيم تجعل بعض طلبة العلم عندما يقرأ في كتب الأصول يستشكل المسألة، ولذلك المصنف رحمه الله تعالى أحسن أنه قال جعلت التقسيم على ما ساد في عصرنا، وهذا مهم جدا لطالب العلم وخاصة المبتدأ أن يقرأ في الكتب المشهورة. ولذلك نحن اخترنا ابن الحاجب لأنه أكثر كتاب يدرس في الجامعات المتخصصة، وهو أكثر كتاب له مؤلفات وشروحات لا يكاد يقاربه إلا المنهاج البيضاوي، والعناية بهذا الكتاب أكثر من عناية البيضاوي العناية بالبيضاوي. نعم. قال ودلالته اللفظية في كمال معنى. قوله في كمال معنى أي على جميع المعنى، بحيث أن اللفظ طابق جميع المعنى ودل على عليه تماما وساواه فلم ينقص عنه بشيء. قال تسمى دلالة مطابقة أي تدل عليه دلالة مطابقة تماما. من أمثلة الدلالة المطابقة أمثلتها كثيرة جدا. قالوا إذا أطلق الإنسان فإن هذه اللفظة لفظة الإنسان تدل دلالة مطابقة على الحيوان الناطق المعروف في الذهن الذي حيوان يعني حي وكونه ناطقا أي متكلما، فلا يوجد من الحيوانات من هو يتكلم بلسان فصيح كالآدميين، وإن كان لهم لغة يتفاهمون بها وإشارات لكنها لا تسمى لغة ناطقة. من أمثلة دلالة المطابقة في الألفاظ الشرعية لفظ الصلاة، فإن لفظ الصلاة تدل على العبادة التي نعرفها من أولها إلى آخرها، فحينئذ تكون لفظة الصلاة دلالتها دلالة مطابقة على هذه العبادة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. نعم. وفي بعض معناها دلالة تضمن كدلالة البيت على الجدران. نعم. قال وفي بعض معناها أي وفي بعض المعنى الذي يدل عليه اللفظ إن دلت على بعض الشيء تسمى دلالة تضمن. قبل أن نذكر المثال الذي أورده المصنف، هناك مثال في الصلاة قد تطلق الصلاة على جزء منها دلالة تضمن، ومنه قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله رب العالمين فسمى النبي صلى الله عليه وسلم أو سمى الله عز وجل في الحديث القدسي قراءة الفاتحة صلاة، وهذا من باب التضمن لأن الصلاة لا بد فيها من قراءة الفاتحة. ونستفيد من دلالة التضمن هذه وستأتينا إن شاء الله بعد ذلك أنه ما عبر عن العبادة الواجبة بدلالة تضمن ويقصد به بعض أجزائه فيدل على أن هذا الجزء ركن فيه، فلا يعبر عن ما يسقط أحيانا وإنما يعبر عما يجب وجوده ولا يسقط لا بسهو ولا بنسيان. فمعرفة أن هذه دلالة تضمن ينبني عليها معرفة الركن من الواجب، فهي مسألة مهمة جدا. مثل المصنف بمثال قال كدلالة البيت على الجدران. الأخوان معهم خطأ بالنسبة معكم، هذا خطأ، البيت هو الذي يدل على الجدران، فإذا قلت إن هذا بيت فيتضمن وجود الجدران كما أنه يتضمن وجود السقف، فلا بيت بلا سقف بالدلالة العرفية. نعم. نعم. وغير اللفظية دلالة التزام كدلالته على الباني. نعم. قول المصنف وغير اللفظية، نحن قلنا في الابتداء أن الدلائل نوعان وضعية وغير وضعية، والوضعية نوعان لفظية وغير لفظية على طريقة المصنف. فغير اللفظية هي دلالة التزام، ومعنى دلالة التزام أن اللفظ يستلزم معنى آخر من غيره، ليس دالا عليه ذات اللفظ وإنما يستلزم شيئا آخر. من الأمثلة اللغوية قال كدلالته، الضمير هنا عائد إلى البيت أي كدلالة البيت على الباني، فإذا قلت هذا بيت فإنه يستلزم أن هذا البيت قد بناه شخص، وهذه دلالة التزام مع أن لفظ البيت لا تدل على الباني لكنها دلالة التزام. من أمثلتها في الحقائق الشرعية عندما نقول الصلاة، فإذا أطلق على الفعل أنها صلاة فإن من دلالة التزام فيها وجود شروط الصلاة وهي الطهارة
لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. ولذلك فإنه حينما سمى النبي صلى الله عليه وسلم الطواف بالبيت صلاة، فدلالة الالتزام لهذا اللفظ حينما يكون حقيقة شرعية، إذا قلنا إنه حقيقة شرعية، أنه لا بد من الطهارة له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه صلاة، ودلالة الالتزام لهذا اللفظ أنه لا بد فيه من الطهارة. ولم يشترط الأصوليون في كون اللازم ذهنيا واشترطه المنطقيون. نعم، قال الشيخ: ولم يشترط الأصوليون في كون اللازم ذهنيا. في دلالة الالتزام قد يكون اللازم ذهني وقد يكون غير ذهني، بمعنى أن يكون داخل، أن يكون اللازم داخليا أو خارجيا، وهذا لم يشترطه الأصوليون. وأما المناطق فاشترطوا أنه لابد أن يكون ذهنيا، أي موجودا في الذهن وأن يكون حاضرا فيه، وهذه مسألة يعني يقصدون بها أنه لابد أن ينتقل الذهن مباشرة إليه، فإن كان بعيدا فإنه حينئذ لا يكون لازما. وأما الأصوليون فيقول ليس بلازم، ومن أمثلته الشرط الشرعي، فإن الحقائق الشرعية شروطها ليست لازمة ذهنا إلا للفقيه الذي يعرف الشرط من غيره، ولذلك نحن نقول ليس لازما أن يكون أن تكون حاضرة ذهنا، وهو الملزوم. والمركب جملة وغير جملة. نعم، هذا النوع الثاني من الألفاظ، وهو اللفظ المركب. تحدث المصنف عن المفرد وسيعود إليه مرة أخرى، ثم بدأ بعد ذلك في المركب، وقد عرف المركب قبل ذلك، بدأ يذكر أقسام المركب، فقال إن المركب ينقسم إلى قسمين، إلى جملة وغير جملة. وسيطيل المصنف بعد قليل في تعريف الجملة، وقد أهمل الحديث عن غير الجملة. لماذا؟ لأن غير الجملة مفهومة من تعريف الجملة، لكن نضرب مثالا لغير الجملة. هم يقولون إن من أمثلة غير الجملة، أي النحاة وغيرهم، اللفظ المثنى، فإنه مركب لكنه ليس بجملة، فهو مركب من المفرد مع صفة التثنية أو صفة الجمع، كواو الجمع وألف التثنية وغيرها. فعلامة التثنية والجمع مضافة للمفرد، فيكون الجميع مركبا حين ذاك. نعم، فالجملة ما وضع لإفادة نسبة خارجية. نعم، هذه الجملة كلمة خارجية موجودة في بعض النسخ دون بعضها، والنسخة التي هي بخط، التي رجع مؤلف ناسخها إلى نسخة الجراعي، أثبت كلمة الخارجية، وكلمة الخارجية مهم إثباتها، والصواب إثباتها، وسأذكر لكم لماذا بعد قليل. طيب، قال الشيخ: ما وضع، أي اللفظ المركب الذي وضع، فما اسم موصول بمعنى الذي، يعود إلى ما ذكر سابقا وهو اللفظ المركب. قال: ما وضع، وسيأتي إن شاء الله التفصيل هل الألفاظ موضوعة أم ليست موضوعة. قال: لإفادة نسبة خارجية. قول المصنف هنا نسبة خارجية، النسبة معناها أنه تدل على أمر يمكن أن ينسب إليه اللفظ الأول، فإذا كان قد ركبت إليه كلمة أخرى لتنسبه وتضيف إليه معنى آخر فإنها تسمى نسبة. وقوله خارجية، معنى كلمة خارجية أي لا يحسن السكوت عنها. إذن هذه، عفوا، يصح السكوت عنها، يصح السكوت عنها، هذا معنى خارجية، لأن هناك كلمة كما سيأتي في كلام مصنف ليس بخارجي، فيها نسبة لكنها ليست خارجية، فحينئذ نقول إنها ليست بجملة، هي مركب لكنه ليس بجملة. وسيظهر إن شاء الله بعد قليل معنى كلمة نسبة خارجية بعد جملتين يريدها المصنف. نعم، ولا يتأتى إلا في اسمين أو فعل واسم. نعم، قال المصنف: ولا يتأتى إلا في اسمين، أي لا يمكن أن تكون الجملة إلا في اسمين، وأمثلتها كثيرة جدا جدا جدا، مثل محمد حاضر، هذان اسمان. قال: أو في فعل واسم، مثل حضر محمد أو قام عمرو، وهكذا، فيكون فيها فعل واسم. بعض فقهاء المذهب مثل ابن الزاغوني في الإيضاح وغيره، وابن قدامة وغيرهم، قالوا إنه يمكن أن تقع الجملة في اسم وحرف، مثل حروف الندى،
وأجيب عن قولهم أن فيها فعل مقدر أو اسم مقدر، وعلى ذلك فنقول إنها ليست بزيادة، إثباتها أو نفيها يعني أو تركها أمرها سهل. نعم. ولا يرد حيوان ناطق وكاتب في زيد كاتب لأنها لم توضع لإفادة نسبة خارجية. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أمر يخرج عن الحد، وهو الذي يسمى عندهم بالتركيب التقييدي، وهذا التركيب التقييدي يفيد نسبة، لكن هذه النسبة ليست خارجية، بمعنى أنه إذا سكت عنها فإنه في هذه الحالة يتغير المعنى تماما فينتقل إلى شيء آخر. وذلك يقول الشيخ ولا يرد حيوان ناطق، وهذا التركيب التقييدي الذي يسمونه هو اللفظ المركب من اسمين أو من اسم وفعل، يكون الثاني قيدا في الأول ويقوم مقام التركيب التقييدي لفظة واحدة تقوم مقامها، فإن قوله حيوان ناطق يقوم مقامه إنسان، ولذلك يقول لأنها لم توضع لإفادة نسبة خارجية، أفادت نسبة لكن ليست خارجية. قال وكاتب في زيد، أي وكلمة كاتب في كلمة زيد كذلك، لأنها أضافت لإفادة نسبة أنه فاعل، فأضافت نسبة الفاعلية، لكنه حينئذ لو حذفت لو وجد زيد ولم يكن حين ذاك النسبة خارجية. نعم. وللمفرد باعتبار وحدته ووحدة مدلوله وتعددهما أربعة أقسام. نعم، بدأ المصنف أو رجع المصنف مرة أخرى يتكلم عن المفرد بعدما تكلم عن المركب، فهذا رجوع للموضوع الأول وهو المفرد، وذكر التقسيم الثالث له، فقال وللمفرد باعتبار وحدته، أي باعتبار كونه لفظا واحدا، ووحدة مدلوله أي معناه، وتعددهما أي تعدد لفظه وتعدد معناه، أربعة أقسام. ما معنى هذا الكلام؟ يقول الشيخ في هذه الجملة إن اللفظ والمعنى له أربعة أقسام، إما أن يكون اللفظ متحدا والمعنى متحد، هذا القسم الأول. القسم الثاني أن يكون اللفظ متعددا والمعنى متعدد، والقسم الثالث أن يكون اللفظ متحدا والمعنى متعدد، والقسم الرابع أن يكون اللفظ متعددا والمعنى الثالث قلت لكم أن يكون اللفظ متحدا، قلت متحدا والمعنى متعدد، الرابع أن يكون اللفظ متعددا والمعنى متعدد. هذا التقسيم الرباعي هو الذي سيريده المصنف تماما كما سيريده بعد قليل. فإذا قال الأول فقصده متحد اللفظ والمعنى. طيب ما معنى المتحد وما معنى المتعدد؟ انظر معي، اللفظ له معنى، وقد يكون ذلك اللفظ الواحد له أكثر من معنى يدل عليه، فإذا كان اللفظ الواحد لا يدل إلا على معنى واحد فهذا متحد اللفظ متحد المعنى، لو كان اللفظ يدل على أكثر من معنى فهو متحد اللفظ متعدد المعنى. أحيانا المعنى الواحد يدل عليه أكثر من لفظ، الأسد يسمى أسدا، ضرغاما، ليثا، وهكذا، هذا تعدد اللفظ والمعنى واحد. أحيانا يتعدد المعنى ويتعدد اللفظ، مثل الإنسان والشاه، الإنسان لها لفظ ومعنى مختلف عن الشاه، فإن لفظها ومعناها مختلفة عنه، وهكذا. وسيأتي كلامه في أو سيأتي تبيينه من كلام المصنف. نعم. فالأول الأول أي متحد اللفظ ومتحد المعنى، هذا هو الأول من القسم العقلية السابقة. نعم. فالأول إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي. نعم، بدأ يتكلم عن الأول وهو الذي يكون متحد اللفظ متحد اللفظ ومتحد المعنى، وذكر أن هذا اللفظ ينقسم إلى ثلاثة أقسام أو إلى قسمين تقريبا. قال إن اشترك في مفهومه كثيرون فهو الكلي، بمعنى أنه أن دلالة ذلك اللفظ المفرد معناه واحد لكنه يدل على أفراد كثيرين
من غير تفاوت بينهم في تلك الدلالة، فحينئذ نسميه الكلي. مثل الإنسان يصدق على زيد وعمر وعلي وعليك وعلى آدم عليه السلام وإبراهيم وغيرهم، فإنه يصدق على الجميع أنه إنسان، فهم دلالته عليهم من هذا المعنى. طيب، الحيوان كذلك يدخل في مفهومه كثيرون من جهة أنه يصدق على الإنسان وعلى الحيوانات، فكلها كائنات حية وهم مشتركون في ذلك. نعم. فإن تفاوت أي تفاوت مفهوم اللفظ ودلالته في أفراده، وكان في بعضهم أظهر من بعض، وهذه المسألة مهمة أريد أن تنتبهوا لها، لأنها ينبني عليها مسألة عقدية كبيرة جدا، فأرجو أن تركزوا معي فيها. ما معنى إن تفاوت؟ يعني هذا اللفظ له معنى مستو مشترك، المعنى الأصلي موجود في أفراده، لكن يتفاوت من بعضهم إلى بعض. نعم، يقول فإن تفاوت كالوجود للخالق والمخلوق فمشكك. نعم، قال فإن تفاوت يعني وجدت في اللفظ تفاوت بين من يصدق عليهم، فإنهم يسمونه بالمشكك بكسر ما قبل الأخير على وزن اسم الفاعل، لأن المصدر الميمي يكون اسم الفاعل منه بكسر ما قبل الأخير، ومفعوله بفتح ما قبل الأخير. ويصح أن تقول المشكك، نص على ذلك الصفي الهندي، فذكر أنه يصح أن يكون مشكك، لأنه إما أن يشكك الناس أو هو ذاته المشكك في دلالته. طيب، يقول إن تفاوت فوجد المعنى في بعض من يصدق عليه ذلك الاسم أكثر من بعض، فإنه سمى مشككا أو مشككا، والأكثر عند الأصوليين والمناطقة جعله مشككا بكسر ما قبل الأخير. طيب، انظروا معي، مثل له المصنف بصفة من صفات الجبار جل وعلا وهي الوجود، فقال إن الوجود نثبته لله عز وجل ونثبته للمخلوقين، فكلهم موجود، أليس كذلك؟ نعم أو بلى. لكن وجود الجبار جل وعلا ليس كوجود الآدميين، وإن كان هناك معنى مشترك بينهما، في معنى مشترك بين وجود الخالق ووجود المخلوق، لكن ليس وجود المخلوق مثل وجود الخالق، فإن الله حي لا يموت، والمخلوق يموت، وغير ذلك من الفروقات الكبيرة بينهما. وسأذكر لماذا ذكر المصنف الوجود أو صفة الوجود بالذات. السبب في ذلك لأن هذه الصفة باتفاق عند جميع الطوائف الإسلامية وغيرهم أن صدق هذه الصفة على الجبار جل وعلا وعلى الآدميين هو من باب المشكك أو المتواطئ، وأما غيرهم السبب سنتكلم عنها بعد قليل. نعم. وإلا فمتواطئ. قال وإلا أي وإن لم يتفاوت، وإنما كان متساويا فيسمى المتواطئ. طيب، قبل أن نتكلم عن المتواطئ أريد أن نعرف مسألة، وهو أن كثيرا من المناطق لا يفرقون بين المشكك وبين المتواطئ، ذكر ذلك الشيخ تقي الدين، وقالوا إن المشكك هو المتواطئ والمعنى فيها متساوي في قضية الدلالة على المعنى، وهذا كلام الشيخ وهو صحيح. طبعا مثال المتواطئ عند الذين يفرقون بينه وبين المشكك، يقولون لفظة الإنسان، فإن الإنسان تصدق على زيد وعلى عمر، وزيد وعمر كلاهما حي لا شك، لكنه بينهم فروقات، ولكن الأصل فيها في الإنسانية موجودة متحدة، وسموا ذلك متواطئا. طيب، المسألة المهمة التي أريد أن تعرفونها، وهو أنه باتفاق الطوائف أن صفة الوجود الجبار جل وعلا مع صفة الوجود للمخلوقين أنها من باب المتواطئ، وهذا صحيح، ففيها إثبات الوجود الله جل وعلا. ثم جاء بعض الناس وهم الأشاعرة فقالوا نضيف لصفة الوجود صفات سبع، وهذه الصفات السبع نثبتها للجبار ونثبتها للآدميين من باب التواطؤ كذلك. ونحن نقول إن القرآن لم يفرق بين صفة وصفة أخرى، بل كل الصفات التي أثبتها الله عز وجل لنفسه
أو ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم له بوحي من الله عز وجل فإنها من باب المتواطئ. وهذا المعنى هو الذي تستطيع أن تفرق فيه بين الذي يثبت الصفة على إثباتا حقيقيا وبين الذي يفوض الصفة وينسبها لطريقة السلف. فإن المفوض لا يرى أن صفات الرحمن مع صفات الآدميين من باب المتواطئ، وإنما هي من باب الاشتراك اللفظي، ويزيد على كونه اشتراكا لفظيا بأن قال إن الله عز وجل قد خاطبنا بكلام لا نعرفه. المؤول يرى أنه اشتراك لفظي، وسيأتينا إن شاء الله في المجاز. المفوض أسوأ، لأن المؤول يقول إن الصفات الفعلية أو الذاتية للجبار جل وعلا هي غير المعنى الموجود في الذهن، وإنما له معنى فيصرفه للمعنى البعيد. المفوض يقول يمشي معه إلى نصف الطريق فيقول ليس لها معنى الحقيقي الموجود في الذهن، وإنما لها معنى لا نعرفه. الله عز وجل يقول بلسان عربي مبين، وأن تقول إن الله عز وجل قد خاطبنا في أغلب الآيات أو في كل الآيات التي فيها صفات، وهي أغلب في أغلب أو في كثير من كتاب الله عز وجل ذكر صفات جل وعلا، تقول إن الله عز وجل خاطبنا بكلام لا نعرفه، فكيف تقول إنه تفويض؟ وبناء على ذلك ما وجد عند بعض علماء السنة من إطلاق لفظ التفويض يختلف عن مراد أهل البدعة في التفويض. ما الفرق بينهما؟ أن المعنى لها حقيقة ولها كيفية، تسمي الكيفية حقيقة وتسمي الحقيقة معنى آخر لا مشاحة في الاصطلاح. وقلت ذلك لأن بعض العلماء قال تفويض الحقيقة ويقصد بها الكيفية، لكن نمشي للمصطلح نتفق عليه أنا وأنت. لها حقيقة، والمراد بالحقيقة المعنى الموجود في الذهن الذي يدل عليه اللفظ، ولها كيفية أي في الصفة. فنقول إن الحقيقة المعنى الموجود في الذهن لا يخاطبنا الله إلا بكلام نعرفه، وعرفنا الله عز وجل على نفسه بما ذكره في كتابه. وأما الكيفية فنكل علمها عند الله، نقول لا نعرف ذلك، فهمنا الحقيقة وهو المعنى المشترك، ونفينا معرفة الكيفية لعدم اطلاعنا عليها، آمنا بالكتاب لفظا ومعنى. أما المفوض الذي يدعي أن هذا طريقة السلف فإنه فوض الحقيقة والكيفية معا، وحقيقة أمره أنه قال لا أعرف معنى كلام الله عز وجل، فالله خاطبنا بكلام لا نعرفه، لا أدري ما معنى، قد يكون له معنى آخر مختلف لا نفقهه تماما، وهذا كلام خطير. فالله عز وجل لا يخاطبنا بشيء لا نعرفه بلسان عربي مبين، أي واضح وبين. وهذه المسألة يجب أن تنتبه لها. إذن نحن عندما نقول صفات الجبار جل وعلا مع صفات الآدميين هي من باب المتواطئ، والمؤول والمفوض يقول ليس من باب المتواطئ، من باب الاشتراك الذي سيوضحه المصنف بعد قليل. ولذلك ما من مفوض إلا وهو مؤول، كما أنه ما من مؤول إلا وهو مشبه. قال ذلك نعيم بن حماد، فإن نعيم بن حماد المروزي شيخ البخاري قال ما من مؤول إلا وقد شبه قبل أن يؤول، فأراد أن يفر من التشبيه فسقط في التأويل. كذلك من ادعى تفويض الحقيقة أراد أن يفر من التأويل الذي سبقه التشبيه فوقع في التفويض، فوقع بأمر مناقض لكلام الله عز وجل. وذلك كما قال مالك والشافعي وأحمد وأبو حنيفة والأئمة جميعا نؤمن بها ونمرها كما جاءت. الحقائق خاطبنا الله بالحقيقة، والكيفية علمها عند الله. هذه مسألة مهمة يجب أن ننتبه لها، ونجد عذرا لمن ذكر من أهل العلم عندما قال نفوض أي نفوض الكيفية. وقد يعبر بعضهم مثل ابن قدامة في بعض الكتب، وقلت في بعضها لأن في بعضها صرح بنقيض ذلك، لما قال نفوض الحقيقة قصده بالحقيقة أي المعنى الذي يختلف فيه أجزاء الكلي، فيكون حينئذ مختلفا. نعم. وإن لم يشترك فجزئي، قال وإن لم يشترك أي وإن لم يشترك في مفهوم اللفظ كثيرون وإنما على شيء واحد فإنه الجزئي. وهنا المصنف تبع ابن الحاجب فقال الجزئي، وأما العلماء فيقولون هو أحد نوعي الجزئي ويسمى الجزئي الحقيقي. فالصواب أن يقول وإن لم يشترك فجزئي حقيقي، ولا بد من هذا التقييد. وممن تتبع ابن الحاجب في ذلك البابرتي رحمه الله تعالى من فقهاء الحنفية من أصولي الكبار في كتاب الردود والنقود، فقد تتبعه وقال يجب أن يزاد كلمة الجزء الحقيقي. نعم. مثال ذلك سهل جدا، كل الأعلام
هي لفظ جزئي حقيقي، لأنه يصدق على شخص واحد لا يشترك على غيره، عندما تقول زيدا فأقصد زيدا هذا الذي هو بعينه. نعم. ويقال للنوع أيضا جزئي أيضا. قال ويقال للنوع، النوع الذي يكون تحته أفراد، يسمى جزئيا أيضا، لكن جزئية النوع يسمى جزئي إضافي، فنسميه بالجزء الإضافي وليس الجزء الحقيقي. طبعا كلام المصنف صحيح، لكن التقييد بأن الأول هو الجزء الحقيقي وأن الثاني هو الجزء الإضافي يكون أدق. من الأمثلة في الجزء الإضافي أعطيكم مثالا الجرى عند الأصولين، ثم سأذكر لكم مثالا يتعلق بباب الاعتقاد. المثال الذي عند الأصولين عندما يقول الإنسان، إذا نسب الإنسان وقصد به الحيوان فهو جزء إضافي، لأن كلمة الحيوان تحته أنواع متعددة. طيب، من الأمثلة التي تتعلق بالاعتقاد وقول النبي صلى الله عليه وسلم، ما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والشر ليس إليك. نقول إن كلمة الشر هنا هي من باب الجزء الإضافي، ووجه ذلك طبعا خلافا للمخالفين في هذا الباب من القدرية والجبرية، أننا نقول إن الله عز وجل خالق كل شيء كما قال الله عز وجل، فيخلق كل شيء، لا يحدث شيء في الدنيا إلا بعلمه وإرادته ومشيئته وقد كتبه الله سبحانه وتعالى. وأما المنفي في هذا الحديث والشر ليس إليك فإنه جزئي إضافي، والمراد والشر المحض ليس إليك، ومعروف في لسان العرب الجزء الإضافي، فقد يطلق لفظ ويراد بعض أجزائه، كما إذا قلت الحيوان وتقصد الآدمية وهو الإنسان. فالشر المنفي هنا الشر المحض، والله عز وجل لا يخلق شرا محضا البتة، خالق كل شيء ولكنه لا يخلق شرا محضا. من أشر الشر إبليس، ومن النفع فيه أنه ميز الله به الخبيث من الطيب، ليميز الله الخبيث من الطيب. النار هي عذاب، لما اختصمت الجنة مع النار قال أنت رحمتي وأنت عذابي، يعذب الله عز وجل بها الكافرين والظالمين. فالله لا يخلق شرا محضا. إذن فقول النبي صلى الله عليه وسلم والشر ليس إليه، كلمة الشر هنا هو من باب الحق اللفظ الحقيقي للمجازي، ولكنه ماذا؟ جزئي إضافي. لماذا قلنا إنه إضافي؟ لأنه قصد به النوع كما تقدم، لأنه نوع يكون تحته أجزاء. نعم. وللكلي ذاتي وعرضي. نعم، قال وللكلي أي اللفظ الكلي، رجع للأمر الأول، قسمان كلي ذاتي وكلي عرضي. نعم. والثاني من الأربعة مقابله مباينة. طبعا التفريق بين الكلي والذاتي بسرعة يعني نحتاج بسط. قالوا إن نبدأ بالذاتي، قالوا الذاتي نسبة إلى الذات، وكلمة الذات هل هي عربية أم لا، هذا كلام معروف كلام جدا حتى عند علماء العقائد، لما جاء ابن أبي زيد القيرواني وقال هو مستو بذاته، هل كلمة ذات يعني مشتق أم أنه جامد ليس بمشتق. طيب، الجزئي الذاتي، عفوا الكلي الذاتي، قالوا هو ما يكون متقدما في التصور على ما هو ذات له، مثل عندما تطلق كلمة الحيوان فإن لفظ الحيوان يكون يدخل في جزئيته وحقيقته الإنسان، فعندما تطلقه تصور ما هو ذاتي له متقدم على تصور الإنسان، هذا معنى الكلي الذاتي. الكلي العرضي لا يمكن أن تتصوره إلا بعد معرفة ما هو ذاتي له، ومثل له بالضاحك، فالإنسان يسمى بحيوان ضاحك مثلا، لا يمكن معرفته حتى تعرف الإنسان إذا ضحك، فحينئذ يكون كليا عرضيا. نعم. والثاني من الأربعة مقابله. نعم، والثاني من الأربعة أي الثاني من التقسيم الرباعي السابق، وقد تقدم معنا أن الثاني هو متعدد اللفظ ومتعدد المعنى. قال مقابله، قوله مقابله الضمير يعود إلى القسم الأول بمعنى أنه عكسه، هنا قلنا متحد، إنه متحد اللفظ والمعنى، هنا يكون متعدد اللفظ والمعنى. قال مقابله، نعم، مباينة، مباينة يعني يسمى مباينة،
وهذه أمثلة المباينة كثيرة جدا جدا جدا، وقد اختصر فيها المصنف. عندما تقول إنسان وفرس، الإنسان لفظ والفرس لفظ، هما متعدد اللفظ. المعنى الإنسان هو الحيوان الناطق، والفرس هو الحيوان المعروف الذي يمشي على أربع بهيئته المعروفة. المعنى بينهما مختلف. إذن اللفظ الأول واللفظ الثاني متباينة، ليست من باب الترادف، وليست المعاني بينها من باب الاشتراك اللفظي، وإنما هو من باب المباينة في اللفظ والمعنى، فهو من الألفاظ المتباينة، اختلفت في المعنى واختلفت في المبنى معا. نعم. الثالث إن كان، قال والثالث أي من القسمة الرباعية السابقة، وهو ما كان متحد اللفظ متعدد المعنى. نعم. إن كان حقيقة للمتعدد فمشترك. نعم. وإلا فحقيقة ومجاز. نعم. هذا القسم سيطيل المصنف في الحديث عنه بعد قريب، بعدما ينهي التقسيم، ولكن نمر عليه بسرعة. يقول الشيخ رحمه تعالى إن القسم الثالث بتقسيم اللفظ المفرد، نحن نتكلم عن المفرد الآن ليس المركب، وإنما نتكلم عن اللفظ المفرد باعتبار وحدة لفظه ووحدة معناه، هو أن يكون متحد اللفظ متعدد المعنى، وينقسم إلى قسمين. هذا هو كلام المصنف. القسم الأول أن يكون المعنى المتعدد حقيقة في جميع المعاني، يعني أنه في وضع اللغة هو حقيقة فيها، فحينئذ يسمى بالمشترك، الذي يسمى بالمشترك اللفظي، وسيأتي تفصيله بعد ذلك. قال وإلا، أي وإن لم يكن المعنى في متعددا، لأن قوله إن كان، الضمير في قوله كان، أو ليس الضمير، اسم كان هو المعنى المتعدد. إن كان، أي إن كان المعنى المتعدد لللفظ حقيقة للمتعدد أي للجميع، فمشترك أي فيسمى بالمشترك اللفظي. قال وإلا، أي وإن لم يكن حقيقة، أي في بعضه حقيقة وفي بعضه مجاز. قال وإلا فحقيقة ومجاز، وسيأتي تفصيله بعد ذلك. نعم. الرابع مترادفة. نعم. القسمة الرابعة أو القسم الرابع من التقسيم الرباعي، وهو أن يكون اللفظ متعدد اللفظ متحد المعنى، فيسمى المترادفة، أي الألفاظ المترادفة، وسيأتي إن شاء الله. وكلها مشتق وغير مشتق. نعم. وقال وكلها، أي وكل الأقسام الأربعة المفردة التي تقدم ذكرها، تنقسم إلى مشتق وغير مشتق، وهذا يعني يدل على المذهب الذي اختاره المصنف وعند فقهائنا، أن الألفاظ نوعان، مشتق وغير مشتق، وغير مشتق يسمى بالجامد، وسنتكلم عنه إن شاء الله بعد ذلك. نعم. صفة وغير صفة. وصفة وغير صفة، أي أن الألفاظ المفردة، وبعضهم يقول أي أن الألفاظ المشتقة، لأن غير المشتق لا يمكن أن يكون صفة، أن الألفاظ المشتقة تكون صفة وغير صفة. نعم. سيأتي إن شاء الله تفصيل المشتق إن أمكننا اليوم، ولا أظن لأن الوقت أوشك على الانتهاء، سنجعله الدرس القادم. كنت أنوي أن أختم بالمشتق لكن لا يمكننا عليه. نعم. مسألة. نعم. هذه المسألة تكلم فيها المصنف رحمه الله تعالى حينما فرغ من التقسيم الرباعي، بدأ يفصل في النوع الثالث وهو المشترك، وذكر فيها تقريبا بضعة مسائل، ثم سيورد بعدها التفصيل في الحقيقة والمجاز، ثم بعد ذلك سيتكلم عن النوع الرابع وهو المشتق. ربما نأخذ اليوم الحقيقة والمجاز ونقف عندها. نعم. المشترك. نعم. أو نبدأ بالمشترك عفوا. نعم. المشترك واقع عند أصحابنا. نعم. المشترك تقدم معنا أنه هو ما اتحد لفظه وتعدد معناه، وهذا المشترك قبل أن يعني نتكلم عن الخلاف في وجوده وعدم وجوده كثير جدا، وقد ألف كثير من أهل العلم مؤلفات في المشترك. فعلى سبيل المثال، كل من ألف في الألفاظ الكتابية فإن كتابه في المشترك اللفظي. الألفاظ الكتابية فن عند علماء اللغة يجعلونه لمن يعنى بالكتابة، وذلك أنا أنصح من يكون خطيبا أو أن يكون ذلك الرجل ممن يؤلف كتبا، أن يقرأ في كتب ألفاظ الكتابية مثل كتاب الهمداني وغيره، وهي طبع منها تقريبا 6 كتب أو 7، فيأتيك باللفظ وبالألفاظ المشاركة له في المعنى، ذهب وراح وهكذا من المترادفات. نعم. أنا انتقلت ذهبت للمترادف، إذا تستعجل في الأخير فأخطئ، هذا يرجع للمترادف، نحن نتكلم عن المشترك، ذهب وهري، إذن هذا الألفاظ الكتابية هذا من المترادف، سنرجع له إذا رجعنا للمترادف. المشترك هو الذي يسميه علماء الحديث المتفق لفظا والمختلف معنى، والذي يجعله علماء الحديث هذا في وضعهم في المسميات،
وأما عند علماء الأصول واللغة فإنه إما بوضع الأصل اللغوي أو غيره. والمشترك يوجد في اللغة كثيرا كما قال المصنف واقع، أي موجود في اللغة حتى موجود في الشرع. من أمثلة وجوده في الشرع المثال المشهور جدا وهو لفظ القرء، فإن لفظ القرء يستخدم في اللغة على الطهر ويطلق على الحيض كذلك، فحينئذ يكون لفظا مشتركا. وقول المصنف واقع لازمه أن يكون جائزا، فهو جائز وواقع كذلك في اللغة وفي القرآن. قال المصنف عند أصحابنا أي الحنابلة وجلهم على وقوعه إلا من أورد المصنف عنه المنع كما سيأتي بعد قليل. نعم. والحنفية والشافعية. نعم، والحنفية والشافعية أي يرون ذلك. طبعا المصنف لا يذكر المالكية، لما؟ لأن المصنف بنى كتابه على ابن الحاجب، وابن الحاجب إذا ذكر رأيا فإنما ينسبه لأصحاب مذهبه وهم المالكية، والمصنف لم ينسب قول ابن الحاجب للمالكية مع أنه خالفه في مسائل، ولذلك من المهم أن ينسب مذهب المالكية بناء على ما اختاره ابن الحاجب. نعم. ومنع منه أي منع من وجود المشترك. والذين منعوا من وجود المشترك يقولون إن كل ما ظن أنه من اللفظ المشترك فهو إما متواطئ أو حقيقة ومجاز. نعم. ومنع منه ابن الباقلاني. ابن الباقلاني أبو بكر الباقلاني، وهو من الأئمة المشهورين في علم الكلام، وله كتاب عظيم سماه الانتصار للقرآن، وجد نصفه وطبع، وهو من الكتب التي رد بها على من تكلم على القرآن، وله كتاب التمهيد، وكلام التمهيد مشهور أن فيه بعض المواضع الجيدة وبعضها جانب الصواب. وثعلب هذا ثعلب من علماء اللغة أبو العباس، وعلماء الحنابلة يعدونه من الحنابلة، فيرون أنه من الحنابلة، إذن فيعدونه منهم، ولذلك قلت ليس جميع الحنابلة بل بعضهم خالف. نعم. والأبهري أبو بكر الأبهري الإمام المالك المشهور، وعندما يذكر خلاف الأبهري يدل على أن باقي المالكية على القول الأول وهو وقوع المشترك كما ذكرت لكم قبل قليل. والبلخي أبو زيد، المراد به أبو زيد البلخي. نعم. ومنع منه بعضهم في القرآن. نعم، قال ومنع منه بعضهم، المراد بالبعض هنا ابن داود الظاهري، فقد منع منه في القرآن وفي غيره. نعم. وبعضهم في الحديث أيضا. قال وبعضهم هو نفسه، الذي منع منه في القرآن هو الذي منع منه في الحديث، وهو ابن داود الظاهري. وقوله وفي الحديث أيضا أي أنه ليس واقعا في القرآن وليس واقعا في الحديث. والعلماء الشراح للمختصر الأصلي ومختصر ابن اللحام كلهم عندما عددوا من قال بمنع الحديث قالوا هو الذي منع من وقوعه في القرآن. نعم، ولأن المأخذ فيهما واحد، فكل من منع منه في الحديث سيمنع منه في القرآن. نعم. قال بعض أصحابنا ولا يجب في اللغة. نعم، هذه الجملة أتى بها المصنف في قوله وقال بعض أصحابنا أي الحنابلة لا يجب في اللغة. هذه القولة مشكلة، لأن هذه الجملة إما أن تحتمل نفي الوجوب مع إثبات الجواز، فحينئذ يكون داخلا في القول الأول حينما قالوا إنه جائز، وإما أن يكون يعني الوقوع هناك الجواز فيكون القول الأول هو الجواز دون الوجوب، وإما أن يكون قد أراد نفي الوجوب مع إثبات الجواز، فحينئذ يكون داخلا في القول الثاني. نعم. وقيل بلى. أي وقيل بلى أي يجب وقوعه. نعم. مسألة. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن نوع ثاني من الألفاظ وهو المترادف، وهو النوع الذي ذكر المصنف وهو داخل في النوع الرابع. نعم. المترادف واقع عند أصحابنا والحنفية والشافعية. نعم، قول المصنف المترادف الذي سبق وهو أن يكون المعنى واحدا واللفظ متعددا. قال واقع عند أصحابنا، المراد بأصحابنا هم الحنابلة وكذلك المالكية، فإنهم يعدون المترادف واقعا عندهم. وصحح هذا القول جمع من المحققين منهم مرداوي فقال هو أصح الأقوال. قال والحنفية والشافعية. علم المترادف هو الذي ذكرت لكم قبل قليل استعجالا مني، هو الذي ألف فيه جمع من العلماء الألفاظ الكتابية، وذلك أنا أقول لكم من كان خطيبا فليعتني بالألفاظ الكتابية، وبعضهم ألف الألفاظ الكتابية على هيئة مقامات، فكتاب المقامات الحريري توجد فيه من الألفاظ المترادفة جم كبير، فكل من أراد أن يقوي لغته وأن يحسنها فليبدأ بقراءة هذا الكتاب الجليل وهو المقامات الحريري، فهو من أجود كتب اللغة الكتابية. طيب، هذه الألفاظ المترادفة بعضهم ألف كتبا في اسم واحد،
فبعضهم ألف كتابا في أسماء الأسد، وبعضهم ألف كتابا في أسماء الأسد في أسماء السيف، وبعضهم ألف كتابا في أسماء الكلب. وتعرفوا قلنا قصة أبي العلاء المعري المشهورة في الكلب. بل إن بعضهم وهو الزبيدي ألف كتابا لطيفا سماه الروض المسوف فيما له اسمان إلى ألوف، فجمع في هذا الكتاب الألفاظ المترادفة التي لها اسمان والمعنى واحد إلى الألفاظ المترادفة التي تصل إلى ألوف والمعنى فيها واحد، ولكن هذا الكتاب لم أقف عليه. نعم. قال خلافا، خلافا لثعلب وابن فارس المطلقة. قال خلافا لثعلب أبو العباس وابن فارس. ابن فارس له كتاب اسمه فقه اللغة، وقد طبع هذا الكتاب باسم الصاحبي، نص في هذا الكتاب على هذا الشيء، فقال إن مذهبنا ومذهب شيخ أبي العباس وهو مطبوع الكتاب أنه لا يوجد ترادف في اللغة. طيب، ما كان من باب الترادف؟ قال إنما كان من باب الترادف هو من باب الصفات وليس من باب الترادف. فعندما تقول سيف ومهند، فالسيف هو الاسم الحقيقي له، والمهند صفة له، لأن بعض أنواعه شهرت أنها تأتي من الهند على القول بأنه مشتق من الهند. وعندما تقول الأسد هكذا ضرام وليث، فإنما اشتقت له الصفات من ذلك. طبعا هذا الكلام نقله أيضا ثعلب عن شيخه ابن الأعرابي، وجاءت قصة مشهورة جدا لأبي علي الفارسي في إنكار المترادف، مشهورة في كتب الأدب. نعم. وللإمام في الأسماء الشرعية. نعم، قول المصنف وللإمام، أريدك أن تعرف مسألة، أن ابن الحاجب له مصطلحات خاصة به، حتى ألفت كتب ومنها كتابان طبعا أو ربما ثلاثة لمحمد بن عبد السلام الأموي التونسي، وكتاب آخر لابن فرحون ولغيرهم، ألفوا كتبا في كشف مصطلحات ابن الحاجب. فابن الحاجب له مصطلحات جعلها في كتبه الأصولية ولكتبه الفقهية كذلك. من مصطلحات التي جرى عليها ابن الحاجب أنه إذا أطلق لفظ الإمام فإنه يقصد به الفخر الرازي، ولا يقصد به مالكا ولا الشافعية ولا أحمد. وقد تبع المصنف عن ابن اللحام المختصرة وهو ابن الحاجب، فإذا أطلق في كتابه الإمام فيقصد به الرازي صاحب المحصول وغيره من الكتب. وأما إذا أراد الإمام أحمد فإنه يقول قال إمامنا، والنسبة هنا تقتضي تغيير المعنى كما مر معنا في التركيب. قال وللإمام يعني به الفخر الرازي في الأسماء الشرعية، يعني أن الفخر الرازي يقول إن المصطلحات الشرعية والمسميات الشرعية لا يوجد فيها ترادف، وقد أطال عن ذلك حينما تكلم عن وجود الحقيقة الشرعية وأن الحقيقة الشرعية تقتضي عدم الترادف. طبعا للفائدة يقولون إن الرازي ناقض نفسه، فإنه لما تكلم عن الفرض والواجب قال إن الفرض والواجب مترادفان، فهو في موضع آخر ناقض نفسه. وهذا يدلنا على أن الآدمي مهما بلغ ذكاؤه فإنه لا بد وأن يقع في خطأ، كما قال الإمام أحمد ما من امرئ يعرى عن الخطأ، وقالها قبل سفيان الثوري، وقد ذكرها الترمذي في آخر كتابه في العلل الصغير. نعم، لأن العلل الصغير تعلمون ملحق بالسنن بخلاف العلل الكبير فإنه مفرد، وقد جاءنا من طريق أبي طالب. نعم. والحد والمحدود. نعم، بدأ يتكلم المصنف عن أشياء يظن أنها من المترادف وليست مترادفا، فقال أولا والحد والمحدود غير مترادف على الأصح. ما هو الحد والمحدود؟ الحد هو الذي يكون مبين وموضح للمعنى، والمحدود هو الموضح. حينما تقول الإنسان هو حيوان ناطق مثلا، فإن كلمة الحيوان الناطق ليست مرادفة للإنسان، ليس من باب المرادفة، لأنها تبين للمعنى وليست مرادفة. عندنا هنا بس فائدة من باب التقييد إيضاح المعنى، الحد والمحدود يقولون إن الحدود نوعان، هناك حدود لفظية وهناك حدود غير لفظية. فالحد اللفظي هو أن تعرف الكلمة بكلمة فحينئذ يكون مرادفا، وإن كان الحد غير لفظي وإنما أتى بجملة مركبة تدل على معنى كامل فإنه لا يكون حينئذ مترادف وإنما يكون مبينا. نعم. ونحو عطشان نطشان غير نعم. مترادفين. قال ونحو عطشان نطشان أو عطشان نطشان على حسب وضعها في الجملة. العرب عندهم فن في اللغة يسمونه التوابع، وألف فيها أبو منصور الثعالبي كتاب مطبوع في جمع الألفاظ التي يأتي بها العرب من باب التوابع، فيقولون مثلا عطشان نطشان فلان عطشان نطشان. التوابع ما هي؟ هي أن يأتون بكلمة ثم يغيرون بعض حروفها، لا من باب
يعني لا من باب المرادفة وإن من باب التأكيد، فهذه طريقتهم ويسمونه الإتباع. علم في البلاغة يسمى الإتباع، أمثلته بالمئات. أضرب لكم من أمثلتها: إذا رأوا جائعا قالوا جائع نائع. جائع تدل على المعنى وحدها، لكن لو أتيت بكلمة نائع فإنها لا تدل على الجوع، فنائع لا تدل على معنى كونها جائع إلا إذا أتبعت بالكلمة الأولى. فيقول جائع نائع. إذا رأوا شخصا مليحا قالوا مليح قريح. إذا رأوا قبيحا قالوا قبيح شقيح. إذا رأوا شحيحا قالوا شحيح نحيح. إذا رأوا خبيثا قالوا خبيث نبيث. وإذا رأوا شيئا كثيرا قالوا هو كثير بثير. وهكذا سائغ لائغ وغير ذلك، حقير نقير وغير ذلك من الألفاظ. وقد ذكرت لكم كتاب الثعال وهو مطبوع. نعم. قال غير مترادفة على الأصح، لأنه قيل إنها مترادفة، والصحيح ليست مترادفة لأنه لا تدل الكلمة الثانية على الكلمة على معنى الكلمة الأولى إذا أفردت. نعم. ويقوم كل مترادف مقام الآخر إن لم يكن تعبد. نعم، هذه ثمرة قولنا بأن المترادف موجود. ثمرة ذلك أن كل مترادف يقوم مقام الآخر. ينبني على ذلك مسألة مشهورة إن أمكن تفريعها عليها، أننا نقول إن رواية حديث النبي صلى الله عليه وسلم بالمعنى جائز، فيجوز رواية اللفظ بالمعنى، فهذا من باب أن يقوم كل مترادف مقام الآخر. قوله إن لم يكن تعبد بلفظه، إن تعبد بلفظه فلا يجوز نقله بالمعنى ولو كان مرادفا. ومما تعبد في لفظه القرآن، فلا يجوز الإتيان بلفظ يقوم مقامه. هنا مسألة ذكر علماؤنا ومنه الشيخ تقي الدين في جواب أهل الإيمان، أن الحديث القدسي لفظه ومعناه من الله عز وجل. كثير من الناس يظن أن الحديث القدسي لفظه من النبي ومعناه من الله، وهذا خطأ، وإنما لفظه ومعناه من الله عز وجل. لكن الفرق بين الحديث القدسي وبين القرآن فروقات جمعها جماعة منهم ابن القيم في رسالة صغيرة، ونقل جلها وزاد عليه بعض الفروقات اليسيرة ابن حجر الهيتمي في شرحه على الأربعين النووية. فمن أجل الفروقات أن القرآن متعبد بلفظه، بينما الحديث القدسي ليس متعبدا بلفظه، ومنها قضية الصلاة وغيرها. ولكن كلاهما لفظه ومعناه من الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال قال الله فإنه يأتي باللفظ. فالأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بالوحي كما نقل إليه، وأما السنة فإنه معناها من الله عز وجل، ولفظها بعضها من الله وبعضها من النبي صلى الله عليه وسلم. وذلك يقولون، ذكر بعض العلماء ومنهم القاضي عياض، أن جوامع الكلم من لفظ النبي صلى الله عليه وسلم هي وحي بلفظها حتى، ذكرها بعض أهل العلم. والمسألة عموما في الأحاديث غير القدسية أمرها سهل. طيب، من الألفاظ باب الفقه، لكي نذكر الفقه، قالوا من الألفاظ التي تعبدنا بها التكبير، خلافا لأبي حنيفة عليه رحمة الله، فإن التكبير تعبدنا به فلا يقوم مقام لفظ التكبير شيء البتة. مما ينبني على هذا الخلاف، الخلاف بالكثير ينبني عليه، ألفاظ النكاح. اختيار الشيخ تقي الدين أن كل لفظ يدل على النكاح غير لفظ النكاح والتزويج يقوم مقامه، بل ولو كان بغير العربية ممن يستطيع العربية، بناء على هذه القاعدة، لأنها مترادفة، لأنها مرادفة له. أما المذهب فإنهم على المشهور، أعني فإنهم لا يصححون النكاح إلا باللفظ الصريح وهو النكاح والتزويج دون ما عدا، ولا يصححونه بغير العربية ممن يستطيع العربية، لا لكونه متعبدا به وإنما احتياطا له، أو ربما يعلل بعضهم، ولم أقف على هذا التعليل، لأنه متعبد بلفظ النكاح فيرون أن هذا العقد فيه خصوصية، ربما عللوا بالتعبد، لكني لم أقف على تعليلهم ذاك. نعم. خلافا للإمام مطلقا، قوله للإمام المراد بالإمام كما تقدم معنا الفخر الرازي، فإنه منع من ذلك، لأنه يعني منع من الإبدال، فإنه منع من ذلك مطلقا. نعم. وللبيضاوي والهندي وغيرهما إذا كان من لغتين. نعم، قال والبيضاوي صاحب المنهاج، والهندي الصفي الهندي إذا كان من لغتين، بمعنى أن البيضاوي والصفي الهندي يريان أن اللفظين إذا كان من لغتين مختلفتين، إذا كان أولا من لغة واحدة صح أن يقوم كل لفظ مرادف مقام الآخر، وأما إذا كان من لغتين مختلفتين فلا يقوم أحدهما مقام الآخر. فلو جئت بكلمة ثم قمت بأبدلت هذه الكلمة بكلمة من لغة مختلفة، لنقول الإنجليزية مثلا، فلا يصح ذلك لأنه لا يقوم مقام، بل لا بد أن يكون من لغة واحدة. طبعا دليلهم قالوا لأن اختلاف اللغة يدل على أن الكلمة الثانية كالمهملة في اللغة الأولى، والمهمل لا يكون كاللفظ المعمل. نعم.
مسألة. نعم. الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع نعم. أول. تحملوا النقب، نستمر على الحقيقة ولا نقف؟ ما رأيكم؟ نستمر، ننهي الحقيقة فقط. أنا كنت ننهي اشتقاق وما بعد لكن لا يمدينا. نعم. الحقيقة اللفظ المستعمل في وضع أول. نعم. بدأ يتكلم المصنف عن مسألة مهمة، وهي مسألة الحقيقة والمجاز، وهذا الباب موضوع مهم جدا جدا، سنتكلم عنه بناء على شرح المصنف، وسأعلق بعض التعليقات المتعلقة به. بدأ المصنف يعرف الحقيقة فقال: الحقيقة اللفظ، فلا يكون الحقيقة تصدق إلا على الألفاظ دون المعاني، فإن المعاني لا تسمى حقيقة ولا مجازة، وإنما تكون على الألفاظ فقط. وقوله اللفظ ليشمل أمرين: يشمل الألفاظ المفردة ويشمل الألفاظ المركبة، فإن الحقيقة والمجاز يدخلان على المفرد وعلى المركب. فالأسد يطلق على سبيل الحقيقة على الحيوان المعروف، وعلى سبيل المجاز على الشجاع، وهذا مفرد، والمركب مثل أمثلة ستأتينا في كتاب الله وفي غيره. قال: اللفظ المستعمل. قوله المستعمل، سيمر معنا فائدة هذه اللفظة أنها شرط، فلا يسمى اللفظ حقيقة ولا يسمى مستعملا، عفوا، ولا يسمى مجازا إلا إذا كان مستعملا. مفهوم ذلك أن هذا اللفظ قبل الاستعمال، وهي مسألة سيردها المصنف بعد ذلك، أن اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بكونه لا حقيقة ولا مجاز، وستأتينا المسألة إذا كان قد وجد لها وجود. قال: في وضع أول. قول المصنف في وضع يدلنا على الاستعمال، قد يكون الاستعمال الأول الوضع المراد به، إما الوضع اللغوي إذا قلنا إن اللغة توقيفية، أو وضع تواضعي من المتكلمين بالعربية، أو هو وضع شرعي لأن هناك حقائق شرعية، أو هو وضع عرفي في الحقائق العرفية. أول، قوله أول أي المتقدم، ثم الثاني بعده يطرأ المجاز، فلا يكون المجاز وضعا أول، بل لا بد أن تكون الحقيقة هي السابقة له. طبعا هذا التعريف الذي أورده المصنف هو الذي مشى عليه أغلب فقهائنا، ممن ذكره ابن أبي الفتح البعلي في المطلع، المرداوي، صاحب كشاف القناع، كلهم مشوا على هذا التعريف. بل إن شيخ تقي الدين، وله رأي سأذكره بعد قليل في الحقيقة والمجاز، ذكر هذا التعريف ولم يذكر غيره عندما قال: الذين فرقوا بين الحقيقة والمجاز. نعم. وهي لغوية وعرفية وشرعية كالأسد والدابة والصلاة. نعم. يقول الشيخ: وهي لغوية وعرفية وشرعية، أي أن الحقائق ثلاثة أنواع: لغوية وعرفية وشرعية. أما الحقائق اللغوية والعرفية فبإجماع أن هناك حقائق لغوية وحقائق عرفية، وأما الحقائق الشرعية فعلى الصحيح، لأن المصنف إن شاء الله سيأتي في مسألة بعدها، بعد ذلك سنتكلم عنها اليوم، سيقول إن الحقيقة الشرعية واقعة عندنا، إشارة للخلاف في أن من العلماء من يرى أن لا حقائق شرعية، سيأتي إن شاء الله المسألة. إذن الحقيقة العرفية واللغوية متفق عليها، والشرعية فيها خلاف هل هي موجودة أم لا. ضرب أو مثل المصنف بثلاثة أمثلة، قال: كالأسد والدابة والصلاة. فالأسد حقيقة لغوية معروفة، وإذا استخدمتها على الشجاع فهي مجاز. والدابة حقيقة عرفية لما يدب على الأرض مما يمشي على القوائم الأربع، فتكون حقيقة عرفية لهذه الحيوان المعروف الذي يدب على أربع. وحقيقته اللغوية مختلفة، فإن حقيقته اللغوية لكل ما دب على الأرض. وبناء عليه فنقول إن ما كان حقيقة عرفية يكون مجازا باعتبار الحقيقة اللغوية، وهذه مسألة انتبهوا لها لأنه سيأتينا بعد قليل إشارة لها. قال: والصلاة. الصلاة حقيقة شرعية، حقيقتها اللغوية هي الدعاء، وحقيقتها الشرعية هي الصلاة المعروفة المفتتحة بالتكبير والمختتمة بالتسليم. كلمة الصلاة قد تكون حقيقة عرفية، وقد تكون حقيقة لغوية، وقد تكون حقيقة شرعية كذلك. ذكر ذلك ابن الحافظ في التذكرة، وضرب أمثلة على الصلاة وعلى غيرها. نعم، قد نشير له بعد ذلك إن شاء الله. نعم، تفضل. والمجاز اللفظ المستعمل في غير وضع أول على وجه يصح. نعم. قول المصنف: اللفظ المستعمل تقدم معناه في غير وضع أول، يعني بأن يكون هو الوضع الثاني، أي ما بعد ذلك، يكون متراخيا. وقوله على وجه يصح، هذه موجودة في بعض النسخ الخطية وليست موجودة في بعضها. وقد ذكر بعض المتأخرين ومنهم البرهان صاحب المبدع وتبعه البهوتي، وقلت تبعه البهوتي في الكشاف لأن الشيخ منصور في الكشاف كثيرا ما ينقل من المبدع، وتكررت معنا هذه يعني الكلام فيها كثيرا. قالوا إن زيادة على وجه يصح زادها بعضهم، وفائدة زيادة هذه الجملة وهي جملة على وجه يصح أن
هذه الجملة تدل على شرط صحة المجاز الذي سيريده المصنف بعد ذلك، وهو لزوم وجود العلاقة. وبناء على ذلك فإنه لا يكون اللفظ مجازا إلا بشرطين. الشرط الأول أن يكون مستعملا، مفهوم ذلك أن اللفظ قبل الاستعمال لا يوصف بالحقيقة ولا بالمجاز. والشرط الثاني أن يكون على وجه يصح، بمعنى أن توجد علاقة بين اللفظ الأول بين الوضع الأول وبين الوضع الثاني المتراخي عنه. فالوضع الثاني هو المجاز والوضع الأول هو الحقيقة. إن لم توجد علاقة بينهما فإنه لا يسمى مجازا مطلقا، وإنما يكون من سائر الأعلام المنقولة. مثلا الكلب هو الحيوان المعروف، وهناك قبيلة تسمى كلب. لما لم يكن هناك علاقة بين الاثنين فلا نسمي ذلك لا مجازا، وإننا نسميه علم منقول إلى غيره، مع أن الوضع الأول ليس من باب الترادف. الترادف وضع أول وضع لمعان ثلاثة وأربعة، هذا الترادف. فهنا نقل للعلم من شيء إلى شيء آخر، فهذا من باب النقل وليس من باب الترادف. نعم. ولا بد من العلاقة. قال ولا بد من العلاقة، المراد بالعلاقة أي بين اللفظ أو بين المعنى الأول والمعنى الثاني، لا بد من العلاقة بينهما. والعلاقة تكون بفتح العين على الأفصح، لأن العلاقة لأن فتح العين تكون في الأمور المحسوسة، وكسر العين يكون في الأمور الملموسة. فالعلاقة تكون في الأمور الملموسة وفي الأجسام. نعم. وقد تكون بالشكل كالإنسان للصورة. نعم. قول المصنف قد تكون في العلاقة، قبل أن نذكر العلاقة هذه، ذكر كثير من الأصوليين أن العلاقة التي تكون بين الوضع الثاني والأول محصورة. فبعضهم عد أن هذه العلاقات خمس مثل المصنف هنا، وقد تبع في ذلك ابن الحاجب وابن مفلح والآمدي الذي هو أصل ابن الحاجب. وبعضهم زاد هذه العلاقات فأوصلها إلى 12 قسما، وهو الرازي. وذكر ابن قاضي الجبل في كتاب أصول الفقه تبعا لغيره أنه بالاستقراء أن العلاقات تصل إلى 25 نوعا أو قسما، وبعضهم كالصفي الهندي أوصلها إلى 31. وقال بعض شراح المختصر، أعني مختصر ابن الحاجب وهو الرهوني، قال إنه يمكن رد هذه العلاقات بتكلف إلى 4، لكن بتكلف. وعلى العموم كلما عرفت هذه العلاقات كلما كان أوضح في معرفة البيان، أعني بيان اللغة والفصاحة. نعم. نبدأ بالأول. وقد تكون بالشكل، هذا هو الأول الصورة. المراد بالشكل بمعنى أن تكون المشابهة في الشكل الظاهري بين الوضع الأول والوضع الثاني. مثاله قال كالإنسان للصورة. لفظ الإنسان يطلق في الحقيقة على الإنسان الذي هو حيوان ناطق نعرفه جميعا، وقد يأتي إنسان فيرسم صورة إما مجسمة أو منقوشة على ورق، فتسمى هذا المجسم إنسان، هذا إنسان وهذا إنسان. لكن تسمية الصورة إنسان هذا من باب المجاز. لماذا؟ لأن هناك علاقة شبه بينها وبين الحقيقة. نعم. أو في صفة ظاهرة كالأسد على الشجاع لا على الأبخر لخفائها. نعم. قال أو في صفة ظاهرة، هذه العلاقة الثانية التي أوردها المصنف، وهو العلاقة بالمشابهة في معنى مشترك وهي الصفات، هذا معنى مشترك بينهما. قال مثل الأسد يطلق على الشجاع، وقول المصنف على صفة ظاهرة لا بد أن تكون ظاهرة، لأن مفهومها أن الصفة الخفية لا تصح بها العلاقة ولا يسمى حينئذ مجازا ولا يستعمل. قال الشيخ كالأسد يطلق حقيقة على الحيوان المعروف، ويطلق على الرجل الشجاع أو المرأة الشجاعة تسمى أسدا لوجود الصفة الظاهرة وهي الشجاعة، فقد عرف جميعا بالشجاعة. قال لا على الأبخر، الأسد أبخر رائحة فمه نتنة، فإن رأيت شخصا أبخر فإنك لا تسميه أسدا، لأن هذه الصفة خفية في الأسد وليس معروفة في الأسد البخر، وإنما معروف في الأسد الشجاعة والإقدام. قال لخفائها أي لخفاء صفة البخر في الأسد وليست صفة ظاهرة فيه. نعم. العلاقة الثالثة. أو لأنه كان عليها كالعبد على العتيق. نعم. قال أو لأنه كان عليها أي كان ذلك الشيء عليها قبل، وهذه
العلاقة هي التي يسميها يعني أو يجعلها بعضهم علاقة حقيقية. نقل ذلك ابن قاضي الجبل عن بعض المناطقة وهو ابن سينا أو الفلاسفة وهو ابن سينا، فقال إن ما كان عليها هذه علاقة حقيقية وبنى عليها أمر عقدي عندهم، ولكن المشهور عند الناس واللغويين أنها من علاقات المجازية. مثاله قال كإطلاق العبد على العتيق، إذا اعتق المرء فإنه يسمى عبد آل فلان وإن كان معتقا، فهذا من باب المجاز للحقيقة، وقبل الاعتاق هو عبد حقيقة. نعم. أو آيل كالخمر للعصير، قال أو آيل، هذه تسمى العلاقة الغائية، أي أنه سوف يؤول إلى هذا الشيء. قال كالخمر للعصير، فقد يسمى الخمر عصيرا لأنه قد يؤول إلى العصير، أو لأن لأنه قد إذا خمر صار، إذا خلل صار عصيرا، أو لأن العصير كان سيكون خمرا بعد ذلك، فهنا آل إليه. نعم. أو للمجاورة مثل جر الميزاب. نعم، قال أو المجاورة قد تكون العلاقة باعتبار الشيء باعتبار المجاورة، بمعنى أن يسمى الشيء بمجاوره. قال بمثل قولهم جرى الميزاب، الميزاب لم يجري وإنما جرى الماء الذي في الميزاب، فحينئذ حذف المضاف وأبقي المضاف إليه، وسمي الماء بالميزاب لأنه جاور الميزاب، جرى النهر، سال الوادي، هذه الأيام يسيل الوديان، نقول سال الوادي، سال الشعيب الفلاني، أقرب واد لنا وادي السلي، فنقول سال وادي السلي، هو لم يسل وإنما سال الماء الذي فيه، وهكذا. طيب، فائدة في الكتب، من الذين ألفوا كتابا في أنواع العلاقات العزم عبد السلام، له كتاب اسمه الإيجاز في أنواع المجاز، جمع أنواعا كثيرة وهو مطبوع من فترة طويلة، جمع كثيرا من أنواع العلاقات والصفات للمجاز. نعم. ولا يشترط النقل في الأحاد على الأصح. نعم، هذا شرط، يعني بعضهم يريده، وذكر المصنف أنه ليس شرطا، فقال ولا يشترط النقل في الأحاد، يعني في أحاد المسائل والألفاظ التي حكي أنها مجاز لا يشترط أن ينقل ذلك عن العرب، بل يجوز أن يتواضع الناس على لفظ مجازي جديد. ولذلك ما زال علماء البيان والبلاغة والكتاب يولدون ألفاظا مجازية لم تكن موجودة عند من قبلهم. وقول المصنف على الأصح، هذا الذي صححه جمع من أهل العلم، وقد تبع فيه المصنف رحمه الله تعالى ابن الحاجب وكثير من الحنابلة كالمرداوي وقبلهم ابن قاضي الجبل. عندنا قاعدة في الفقه هنا، إذا عبرنا بالأصح فيدل على أن هناك قولا مقابلا له، القول المقابل لهذه المسألة خالف فيها الرازي وأبو المعالي الجويني، فرأيا أنه لا يشترط في المجاز النقل ولا يصح فيها القياس. نعم. واللفظ قبل استعماله ليس حقيقة ولا مجازا. نعم، هذه التي تكلمنا عنها قبل، وهو الشرط في المجاز والحقيقة، أنه لا بد أن يكون مستعملا، ولذلك عرفنا الحقيقة والمجاز بأنها اللفظ المستعمل، فلا بد أن يكون مستعملا، ولذلك قال واللفظ قبل استعماله، بمعنى قبل أن يتواضع الناس على وضع معنى، ليس حقيقة ولا مجازا. هذه المسألة بنى عليها بعض أهل العلم مسألة، قالوا إنها في الحقيقة مبنية على مسألة هل اللغة توقيفية أم ليست بتوقيفية، فكل من قال إن اللغة توقيفية لا يجري عنده هذا الكلام لأنها موضوعة، وسنشير له عندما نتكلم عن هذه المسألة. نعم. ويعرف المجاز بوجوه. طيب، هذه مسألة مهمة، إذا جاءتنا لفظة هل هي حقيقة أم هي مجاز؟ الأصل أنها حقيقة، وتستطيع معرفة كون هذه اللفظة مجاز بأحد طرق أربع، والمصنف أطال في الطريق الرابع. الطريق الأول أن ينص علماء اللغة على أن هذه اللفظة مجازية، فإذا نصوا على أنها مجازية فهي كذلك، ولا يحتاج أن تنظر للوجوه التي أوردها المصنف. الأمر الثاني أن تنظر باعتبار الحد السابق فتطبق عليه التعريف السابق، ما هو الوضع الأول وما هو الوضع الثاني، وقضية الوضع الأول وقضية الوضع الثاني من الأمور يعني التي قد تكون دقيقة بعض الشيء، لأنك تحتاج إلى معرفة ما هو الأول من الثاني في الاستخدام، وقد أشار لصعوبة ذلك الشيخ تقي الدين. الأمر الثالث أن تعرفه بواحدة من الخصائص التي تقدم ذكرها المتعلقة بالعلاقة، في قضية العلاقة التي تقدم ذكرها قبل قليل، فهي من خصائص معرفة الحقيقة والمجاز من وجود العلاقة بينهما. الأمر الرابع هو الذي أطال فيه المصنف، وهو معرفة المجاز بالاستدلال،
معرفة المجاز بالاستدلال. وقول المصنف ويعرف المجاز أي ويعرف المجاز بالاستدلال بناء على أن المجاز يعرف في أربعة أشياء، أحدها الاستدلال. قال بوجوه، هنا نكر، وتعرفون أن النكرة في سياق الإثبات تعم عموم أوصاف، فيدل على أن ما ذكره المصنف ليس محصورا وإنما هي أمثلة، بخلاف العلاقات فقد قيل إنها محصورة كما نقلت لكم عن الآمدي وغيره. نعم. أولها بصحة النفي. نعم. في قوله للبليد ليس بحمار عكس الحقيقة. نعم، يقولك إن الوصف أن اللفظ إذا نفيته عمن سمي به فإنه يكون مجازا، وإن لم يقبل النفي فهو حقيقة. الحمار يسمى حقيقة بالحيوان ويسمى على البليد، فإذا أردت أن ترى حيوانا، هذا الحمار حيوان معروف، فهل يصح أن تقول هذا ليس بحمار؟ لا، هذا مناقض للصواب، فحينئذ نقول هذا اللفظ وهو كلمة حمار حقيقة في الحيوان، لكن البليد يدخل عليك فيقول شخص هو حمار، تقول لا ليس بحمار، إنما أردت أن تقول هو ليس ببليد، فحينئذ يكون مجازا. نعم. وبعدم اضطراده ولا عكس. قال وبعدم اضطراده، هذا هو الوجه الثاني، ومعنى هذا الوجه وهو عدم وجوب الاضطراد وليس معناه عدم جواز الاضطراد، فإن المجاز قد يضطرد، ولكن الذي هو علامة ويستدل به على وجود المجاز عدم وجوب الاضطراد، وذلك فقوله فعدم اضطراد أي عدم وجوب اضطراده، لأن المجاز أحيانا قد يضطرد، مثل لما نطلق على الشجاع أسدا فهو دائما مضطرد عليه، يسمى هذا الشيء، لكنه قد يكون غير مضطرد. طيب، من أمثلة غير المضطرد أن من صيغ المجاز أن يعبر بالمجاور كما قال الله عز وجل واسأل القرية، هنا مجاز باعتبار المجاورة، العلاقة ذكرناها قبل قليل. طيب، لو جاء شخص وقال لا أريد أن أقول اسأل القرية وإنما أقول اسأل البيت أو اسأل البساط الذي يجلسون عليه، أليس المعنى فيه واحد؟ نقول لا، ليس كذلك، لما كان غير مضطرد لا يقال اسأل البساط واسأل البيت، وإنما قال اسأل القرية أي أهل القرية، فيدلنا ذلك على أن هذه الصيغة صيغة مجاز لعدم وجوب اضطرادها. وقوله لا عكس أي أن الاضطراد ليس علامة للحقيقة، أن الاضطراد ليس دليلا وعلامة للحقيقة. لماذا؟ لأننا قلنا قبل قليل أن المجاز قد يضطرد، نعم الحقيقة يجب أن تضطرد لكن الاضطراد ليس علامة فيه، لكن عدم الاضطراد علامة في المجاز. نعم. وبجمعه على خلاف جمع الحقيقة كأمور جمع أمر للفعل. نعم، قوله وبجمعه أي أن يجمع اللفظ المفرد المجازي على خلاف جمع الحقيقة أي على خلاف صيغة جمع الحقيقة، ومثل لك ذلك بمثال قال كأمور جمع أمر للفعل وامتناع أوامر ولا عكس. نعم، يقول الشيخ كأمور هذه جمع لأمر للفعل، وامتناع أوامر يعني لا يصح أن يجمع أمر الفعل بالأوامر. عندنا كلمة أمر تطلق على أمرين، على الفعل وعلى القول، على القول الذي هو استدعاء باللفظ هذا يسمى أمر، وقد يطلق على الفعل، أين ذهبت؟ ذهبت لقضاء أمر، ما هو الأمر؟ هذا أمر من الأفعال. يقول المصنف إنه إذا قصد به الفعل فهو مجاز فيجمع على أمور، بخلاف إذا قصد به الحقيقة وهو اللفظ فإنه يجمع على أوامر. هذا رأي المصنف، وقد تبع في ذلك الجوهري في الصحاح، والجوهري طبعا اللغويون أو الفقهاء يعظمون هذا الكتاب، تكلمت عنه في شرح الزاد تذكرون، يعظمونه وينقلون عنه كثيرا، وكلام الجوهري هذا يقول لم يتابعه أحد، بل إن أغلب اللغويين لا يسلمون بذلك، فيقولون إن الفعل والأمر أي الحقيقة والمجاز في لفظ كلمة أمر كلاهما يجمعان على صيغة واحدة. وقول المصنف ولا عكس أي أن الحقيقة قد تجمع على جمع الحقيقة خاص بها وتجمع على الجمع الذي يجمع به المجاز. طبعا هذه مسألة خلافية ذكرت لكم قبل قليل، وأن هذا مما تفرد به الجوهري وتبعه كثير من الأصوليين، وأغلب اللغويين أو كثير من اللغويين لم يسلموا بذلك، وقالوا إن أمر لا يجمع على أمور مطلقا،
وأن أوامر ليست جمعا لأمر بل هي جمع لآمر. نعم. وبالتزام تقييده مثل جناح الذل ونار الحرب. نعم، من الاستدلال أنه يجب تقييده وإلا اختل المعنى، مثل جناح الذل، فلو أتيت بلفظ جناح فقط لم يدل على المعنى المجازي، ونار الحرب كذلك، فإن لفظة النار وحدها أو الحرب وحدها لا تدل على المعنى المجازي. نعم. وبتوقفه على المسمى الآخر مثل ومكر ومكر الله. بتوقفه أي بتوقف استعمال المجاز على المسمى الآخر، حيث لو أتيت بالمجاز دون اللفظة الأخرى لم تدل على المعنى، مثل قوله ومكر ومكر الله، فلو أتيت بمكر الله وحده لا يصح إلا من باب المقابلة، وذلك أهل السنة يقولون إن هذه صفة من باب المقابلة، لا تأتي على سبيل الانفراد، فلا تقول مكر الله ابتداء، وإنما تأتي في على جهة المقابلة. نعم. والحقيقة لا تستلزم المجاز، معنى قوله والحقيقة لا تستلزم المجاز معناه أن الحقيقة لا يجب عقلا أن تستخدم استخداما ثانيا في المجاز، بل قد تكون لفظة حقيقية ولا مجاز لها، قد يكون ذلك. طبعا هذا معنى قول المصنف رحمه الله تعالى والحقيقة لا تستلزم المجاز، وهذا قول أغلب العلماء، بل إنه قيل إجماع، حكى الإجماع هذا جماعة، يقول لم يخالف هذه المسألة القدرية لأن لهم معنى سيء يريدون أن يبنوا عليه مسألة عقدية، وذلك المباحث اللغوية معرفتها مفيدة حتى في علم العقائد لمعرفة ما بنى عليه بعض أهل البدع اعتقادهم. نعم. وبالعكس الأصح الاستلزام. نعم، قال وبالعكس، أي هل المجاز يستلزم الحقيقة؟ قال فيه قولان، والأصح أنه لا بد ذلك، لأنه لا يمكن أن يكون وضعا ثانيا إلا وقد سبقه وضع أول، فدل على أنه يجب أن يكون هناك استلزام، هذا معنى قوله الأصح. الذين خالف في هذه المسألة لما قال الأصح والآمدي ونسب وقال به بعض الحنفية والشافعية أنه يمكن أن يكون اللفظ مجازا من غير حقيقة. نعم. مسألة. نعم. والمجاز واقع. نعم، هذه المسألة هي المهمة التي أريد أن نقف معها، وقد نقف على هذه المسألة وننتهي من حديثنا اليوم. مسألة المجاز واقع، هذه مسألة وجود المجاز، خلينا نشوف الوقت، لعلنا نقف، أنا تأخرت في الشرح اليوم لأن أطلت عليكم كثيرا، نقف عند مسألة المجاز واقع، وهي مسألة فيها الخلاف الكبير، وأريدكم أن تعرفوا رأي شيخ الإسلام وتحرير هذه المسألة إن شاء الله، نقف عندها ونتكلم عنه في الأسبوع القادم. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتولانا في هداه، وصلى الله وسلم على نبينا محمد. هذا أخونا يقول ما الكتاب الذي ينصح به ليحضر منه؟ شوف، الكتاب ليس له شرح عند أهل العلم المتقدمين فيما أعلم إلا شرحا واحدا، وهو شرح الجراعي، وأنا أضبط الجراعي هكذا بضم الجيم لأني سألت بعض أهل فلسطين الذين يعرفون تلك المدينة التي منها الشيخ تقي الدين الجراعي، فقال هي مدينة عندنا في فلسطين تسمى جراعة بالضم، فأنا أنقله بناء على سماع من بعض أهل فلسطين فنسبوا المدينة هكذا، وقالوا إنها تسمى قرية جراعة، أو نسيت اسمها بالضبط الآن، فهي بالضبط. الجراعي هو الشرح الوحيد الموجود عند علمائنا لهذا الكتاب، وهو شرح نفيس جدا، طبع في 3 مجلدات، لكنه نفذ من السوق، من وجده فليشتره. فيه بعض الأخطاء الطباعية واضحة لا تخفى، كما يقول الناشرون الأوائل لا تخفى على نباهة القارئ الفطن. لماذا ذكرت هذا الكتاب الشرح؟ لأن فيه أمر مهم، إذا أردت أن تحضر لهذا الكتاب فلك طريقتان، إما أن تحضر من شروحات هذا الكتاب ومنه شرح الجراعي، أو تحضر من شروحات ابن الحاجب، ولذلك الجراعي أكبر اعتماده كان يعتمد على شراح ابن الحاجب مثل الأصبهاني ومثل السعد التفتزاني والعضد الإيجي وحواشيهم مطبوعة، وقد كان الأزهر يقررون مختصر المنتهى بحاشيتي السعد والعضد، السعد التفتزاني والعضد الإيجي، وهما حاشيتان نفيستان، ولكن العضد الإيجي يغلب عليه المنطق والتفتزاني يغلب عليه الكلام وكلاهما، لكن وذلك مباحثهم قد تكون لغتها صعبة، وهذا الذي صعب هاتين الحاشيتين. إذن فشروحات مختصر ابن الحاجب يعني جيد، لو يكون عندك شرح أو شرحان، أو شرح تأخذ الشرح ولو من الشروحات المعاصرة للمختصر ابن الحاجب. سم؟ الشروحات كثيرة جدا، لكن في ظني أن من أحسن شروحات ابن الحاجب شرح ابن السبكي، سماه رفع الحاجب في شرح مختصر ابن الحاجب، هذا من أجودها لأنه سهل العبارة
وقد وفق السبكي في عبارات التاج السبكي عبارة جيدة وسهلة، في ظني أنه من شروحات الجيدة، شروحات كثير رهوني له، شرح من المالكية وغير شروحات قتهم المطبوع الآن أكثر من 15 شرح، نظن ما أدري بالضبط كم شروحات. هذا إذا أردت تحضر الدرس وستنتفع نفع كبير جدا، ولو تحضر حتى من الشروحات المعاصرة، أظن هناك شروحات معاصرة متعددة جيدة ولو من باب حل الألفاظ. طيب، وذلك يعني لما أقول بعض الأخوان لماذا نشرح ابن اللحام، لأن ابن اللحام أخذ أغلب ما في ابن الحاجب، حذف الأشياء التي ليست على أصول أحمد، وحذف الاستدلال، وعدل في المختصر بما يوافق مذهب أحمد، وحذف المسائل التي ليست ذات أهمية. فأنت تقرأ ابن الحاجب على مذهب أحمد، فقد أحسن المصنف رحمه الله تعالى عندما قال جعلته على ما عليه الناس وجرى عليه أهل الزمان. طيب، يقول أخونا أجد صعوبة بالغة في فهم المرأة، فلو أكثرت ما أدري المرأة أو العبارة ربما، فلو أكثرت الأمثلة القريبة للواقع للتصور على الوجه الصحيح. شوف المثال ذكرت لكم قبل قليل أن المرء قد تأتيه مسألة فلا يفهم هذه المسألة، ليس عدم فهمك لمسألة ينبني عليه أن ما بعده صعب، إذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه إلى ما تستطيعه بعد ذلك، إن غلقت عليك هذه المسألة فارجع إلى ما بعدها. ولذلك في الأصول لابد أن تحضر، وخاصة هذه المباحث اللغوية ربما بعضنا لم يعتني بها، وربما بعض الإخوان إنما يكتفي من علم الأصول بالورقات. هذه الورقات لا أعتبرها كتابة أصول أصلا، هذه مثل يعني أقل من أجرومية للمبتدئين، ليست كتابا وإنما هي تعاريف ومصطلحات. ما لم تقرأ الكتب الجيدة ومنها كتابنا الذي بين أيدينا فلا تكون مجيدا في الأصول، وذلك لابد أن تتعب بعض الشيء. المبحث اليوم، درسنا اليوم والدرس الماضي والقادم أيضا كذلك، سيكون كله مباحث لغوية. المباحث اللغوية تقوي ملكتك اللغوية، تجعلك تفهم هذه البيان الذي هو أعظم ما تحدى به الله عز وجل الناس في كتابه جل وعلا، وهو أعظم إعجاز في القرآن، إعجاز البيان، تعرفه إذا عرفت هذه المسائل. ما بعد إن شاء الله الدرس القادم وهو الدرس الثالث سيكون أسهل بكثير إن شاء الله، وسيكون تطبيقات الفقهية أكثر. هذه مباحث لغوية، اقرأ في اللغة واقرأ في غيرها. وقد ذكرت لكم لو قرأت كتاب المزهر وحده أظنه يكفي، يعني كانت الوضع عندك أسهل. أخونا يقول يذكر أن تحرير الفقه عند متأخر الحنابلة يكون من كتابي المنتهى والإقناع، على تفصيل في ذلك. السؤال: ما كيفية تحرير المذهب عند الحنابلة فيما يتعلق بأصول الفقه؟ وما رأيك في مرتقى الوصول لابن عاصم؟ وما أفضل شرح له؟ مرتقى الوصول لابن عاصم جيد ولكنه نظم، وأنا طبيعتي لا أحب النظم كثيرا، أرتاح مع النثر أكثر، وإذاك لا أستطيع أن أحكم على المنظومات كثيرا. طيب، وابن عاصم ما شك من المالكية المتميزين جدا، وقد بنى كثيرا على ابن الحاجب، يعني بنى كثير من كلامه على ابن الحاجب فيما نقل، يعني أنا لا أعلم لكن فيما سمعت. بالنسبة لأصول الفقه، أهم كتاب في أصول الفقه عند الحنابلة، يعني بعد ما استقر القواعد، أنا أقول استقر بعدما يعني كتب المحققون كلامهم، لأن المحققون عدد منهم، القاضي أبو يعلى له كتاب الأصول العدة، أبو الخطاب له كتاب التمهيد، آل تيمية الثلاثة كلهم محققون في كتاب المسودة، وهم أعظم من أهم كتب الأصول عند الحنابلة، من أهمها هذا الكتاب، فيه من المسائل ما لا تكاد تجده في كتاب أصولي آخر. منها كذلك كتب ابن الزاغوني، بعض آراء الأصولية موجودة في الإيضاح الذي طبع، وله كتاب آخر يحيل إليه في الإيضاح لكنه ليس موجودا. أيضا من الكتابات الذين لهم كلام ابن عقيل في الواضح. هؤلاء طبقة انتهينا منها، لكن لما جمع أهم كتاب عندنا كتاب أصول الفقه لابن مفلح. ابن مفلح ألف كتابين ذكرتها في بداية الدرس، كتاب الأصول وكتاب الفروع. هذان الكتابان جمع فيهما كل ما قيل في الأصول والفروع في المذهب، وعندما نقول كل مثل الكليات الفقهية، هي كل في الصياغة أغلبي في التطبيق، لأن هذا عمل بشر بخلاف القواعد الأصولية فهي كلية الصياغة والتطبيق، ذكرت ذلك في مقدمة حديثنا. بناء على ذلك فإنه قد يكون فاته الشيء، لعل أحدا أن يتممه بعده، مثل تصحيح الفروع، يأتي شخص فيصحح أصول الفقه أو كتاب الأصول لابن مفلح. إذن أهم كتاب حوى
اختيارات الحنابلة هو هذا الكتاب، بسطها بالاستدلال من كتبهم ومن غيرهم: لا يكاد كتاب يقارب كتاب التحبير للمرداوي. إذا اشتريت كتاب التحبير للمرداوي فقد أخذت أهم كتاب في أصول الفقه عند الحنابلة. نعم، في كتب فاتت المرداوي، على سبيل المثال أصول الفقه لابن قاضي الجبل لم يكن ينقل عنه كثيرا والكتاب مفقود. الذي ينقل عنه كثيرا الجراعي في شرحه، ففيه نقولات عن أصول ابن قاضي الجبل ليست موجودة في التحبير. وما من شكل، كل إنسان لابد أن يكون له فوات، ما في أحد يعني عنده كمال مطلقا، فالأصل في عمل البشر، بل كل عمل البشر ناقص. إذن هذا الكتابان مهمان. من المختصرات، أهم مختصرات ثلاثة مختصرات أساسية: هذا الكتاب الذي بين أيدينا، والتحرير للمرداوي الذي شرحه هو في التحبير، ثم جاء مختصر التحرير. مختصر التحرير هو التحرير، ولكن التحبير أبسط عبارة، أبسط بمعنى أوسع، وبالاستعمال الحادث وهو الحقيقة العرفية بمعنى أبسط بمعنى أسهل عبارة من المختصر. مختصر التحرير لابن النجار جيد، محبوك العبارة، لكنه يزيد في تعقيدها، حتى المنتهى له عبارات معقدة. وكما نقلت لكم عن ابن الحاجب، فقد نقل بعضهم ولا أظنها صحيحة، لكن نقلوا أن ابن النجار احتاج أن يرجع لبعض ألفاظ المنتهى، هذه موجودة في أحد الكتب، فما عرفها. وهذه القصة إنما هي منقولة عن ابن حاجب، ولكنها نقلت عن ابن النجار، لأن ابن النجار أيضا يعني يدقق في عباراته ويشدد. ولذلك فالتحرير والمختصر الذي بين أيدينا يغنيان عن مختصر ابن اللحام، أظنهم وافيان لسهولة العبارة. هذا الكتاب مع سهولة عبارته بعض الأخوان يعني يقول أجد صعوبة فيه، إن شاء الله من الدرس القادم يكون العبارة أسهل بكثير بإذن الله عز وجل. أنا أظن هذه أهم كتب الحنابلة في هذا الباب. لا شك أن المرداوي هو المصحح، فما صحح المرداوي غالبا هو الذي صححه المصنف هنا، هو المعتمد في الأصول، هو المعتمد في الأصول. طيب، يقول أخونا: هل يصح القول بأنه لا توجد في اللغة معاني مترادفة بل معاني متقاربة؟ هذا علم ألفه بعض اللغويين. كل من ألف في كتاب الكتب التي سموها فقه اللغة، مثل فقه اللغة لابن فارس، وابن فارس مالكي، نسيت أنبهكم أن ثعلب حنبلي وابن فارس مالكي، أبو منصور الثعالبي له كتاب مشهور جدا اسمه كتاب فقه اللغة، بناه على هذا المبدأ أن لا ترادف، فيأتي بالشيء ومراد وما ظن أنه مرادف له، لكن يذكر الفرق، فيقول على سبيل المثال المطر، الطل، الوابل، ثم يذكر أسماء كثيرة المطر، فكل ما كان له أسماء يذكر الأسماء والفرق بينها. إذن فعلم فقه اللغة عند المتقدمين، لا أعني فقه اللغة عند المتأخرين، فإن فقه اللغة عند المتقدمين يقصدون به الفروقات بين الألفاظ، فيقولون إن الألفاظ التي يظن أنها مترادفة هي في الحقيقة ليست مترادفة، وإنما يوجد فرق بينها، فتكون من باب المتواطئ، بينها فروقات، أو أنها تكون باب الصفات. العجيب أن ابن فارس الذي نقل عن هذا الكلام في الصاحبي، كتاب الصاحبي، نص في موضع آخر في نفس الكتاب على أن هذه الألفاظ مترادفة، قالوا هذا اللفظ كالأسد والضرغام هي من الألفاظ المترادفة، كذا قال هو نفسه في نفس الكتاب. فربما يقصد أن عندما نفى الترادف نفى الحكم الأغلبي ثم أثبته في موضع آخر. والعلم عند الله عز وجل. وابن فارس من أئمة المسلمين في الحديث، حتى له كتب مسندة مطبوع بعضها، منها كتاب عن النبي صلى الله عليه وسلم واسمه، وله كثير من الكتب عليه رحمة الله. طيب نأخذ السؤال أو سؤالين نجعل الباقي الدرس القادم إن شاء الله. يعني هذه مسألة يقول: متى يراد بالعلم القطع وما يدخل فيه الظن؟ هل هو عند الأصولين القطع فقط، وماذا عن الفقهاء؟ قلت لكم إن كلمة العلم عند الأصوليين تطلق تارة على مرادف المعرفة، فتشمل ما علم ظنا وما علم قطعا، وتارة وهو الأغلب في استخدام الأصوليين يطلق العلم ويراد به ما يكون مقابلا للظن، أي ما كان مفيدا للقطع. وذلك مر معنا في الدرس الماضي أنه لما عرف الفقه بالعلم اعترض عليه بأن ذلك غير صحيح، فأجيب بأن مرادهم بأن الفقه هو العلم بالأحكام الشرعية أي المعرفة، ولذلك فإن تعريفه بالمعرفة أوضح، فتعريفه بما لا يشترك بين المعاني أولى من تعريفه بالمشترك من الألفاظ.
نقف عند هذا الجزء، نجعل باقي الأسئلة عند أخينا يكمله بإذن الله عز وجل الدرس القادم. لعل الإخوة الفضل الدرس الماضي يعني، وهذا أيضا هذا سؤال نجعلها معك في الدرس القادم يا شيخ. هذه أظن انتهينا من هذه، أظن إن هذه منتهية. الدرس الماضي وقفت مع الإخوان إلى العاشرة وزيادة، فأرجو اليوم أن تعذرونني لأني من الصباح مداوم. صلى الله وسلم على نبينا محمد.